دين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. مثل ما بتعرفوا اليوم ضيفنا مجاهر جديد الأخ روي. طبعا الأخ روي من سوريا. خلونا بالبداية نرحب بالأخ روي. أهلا وسهلا فيك روي. أهلا وسهلا فيك جان، تحياتي لك ولكل المشاهدين. أهلا وسهلا فيك روي. أنا بس بدي أطمن اليوتيوب شغال. اليوتيوب شغال، شكرا للكفار اللي اخترعوا لنا اليوتيوب. طبعا صار يشتغل، بلش اليوتيوب. طيب روي، يا ريت بس بطاقة تعريفية عن شخصك الكريم، بطاقة مختصرة تفضل. أنا اسمي روي، عمري 36 سنة، من سوريا، مواليد مدينة دمشق، حاليا مقيم في البرازيل، أعمل كمدرس اللغة الإنجليزية في البرازيل في مدينة ساو باولو. اهلا وسهلا فيك روي، يعني شامي وحلبي التقوا. شامي وحالب التقوا، بالضبط بالضبط. اهلا وسهلا، على راسي حارتك خاي. على راسي حارتك والله عمي جان، حبيبي جان، حبيبي. روي بصراحة يعني نحن مثل ما بتعرف انت متابع للبرنامج، وانا كثير تشرفت باستضافتك والحكي معك قبل هالمرة هي. الطبيعة اللي تربيت فيها، خلينا نبدأ من البداية. كيف كان الدين معك؟ كيف أهلك كانوا؟ هل متدينين غير متدينين؟ طفولتك مع الدين، يا ريت تحكي لنا هيك، بنحب نسمع التجارب. تفضل. من زمان بصراحة نحن والأصدقاء ما سمعنا تجارب الملحدين، تفضل. والله الحقيقة جان، أنا بالنسبة لي يعني تربيت بأسرة، ما في أقول إنه بالبداية، يعني بتصور لصار عمري 10 سنين تقريبا، كانت أسرتي غير متدينة، يعني وخصوصي والدي كان بعيد عن التدين. لكن بعد ما صار عمري تقريبا حوالي شي 12 سنة 13 سنة، صار في منحة تاني، صار في اتجاه تاني بالبيت مثل ما بيقولوا. والدي بدأ يتجه، ارتد للدين، ووالدتي فجأة كمان تحجبت وصارت متدينة. من هذاك الوقت تقريبا عمري 12 سنة لغاية صار عمري تقريبا 30 سنة، وأنا حتى قبل كمان يعني شيء 29 سنة تقريبا، كنت بقدر أقول عن حالي إني شخص كنت متدين نوعا ما. يعني ما في أقول إني متدين يعني بالصلاة وبالصيام يعني، لكن كنت شخص يعني مدافع عن الإسلام، وأحيانا مدافع بشراسة عن الإسلام. يعني الجو الأسري ما كان فيه التأثير الكبير، ما كان فيه الضغط إنه لازم أنت تصلي، لازم تصوم، لازم هي. لكن بتعرف أنت البلد اللي كنا عايشين فيها، المحيط اللي نحن عايشين فيه، المجتمع، المدرسة، الأهل، يعني نحن ربينا بجو يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا يعني هي تربايتنا، يعني هيك تربينا وهيك كبرنا وهيك عرفنا انه محمد كان الشخصيه الرائعه اللي نحن دائما بننظر لها. يعني للاسف كنا ننظر لها بهالطريقه هاي، والصحابه و وهالامور هاي، يعني بتعرف يعني بوقت بهالمرحله هاي، لو حدا مثلا يسب محمد قدامك، شو كان برايك؟ هلا انا كنت مدافع شرس عن الاسلام، بس انا كنت مدافع شرس عن الاسلام يعني بالطريقه اللي متعارف عليها. انت بتشوف كيف الشباب المسلمين، يعني هلا في بقدر انا اقول انه 70% من الشباب المسلمين لا يفقهون شيء عن الدين، يعني ما بيعرفوا شيء عن الاسلام. عرفت علي كيف جان؟ فانا كنت يعني شخص بقول عن حالي، يعني ما يعني مو عيب واحد يحكي، انا كنت شخص ببغى اكرر ما اسمعه من الناس، يعني واللي تعلمته بالمدرسه واللي تعلمته من اهلي، انه يجي شخص يقول لي مثلا محمد كذاب او محمد فعل كذا او كذا، لانه ما عندي خلفيه، كان لم اقرا. يعني هذه المشكله، يعني نحن امه لا نقرا. يعني فالفرق بين الملحد والمسلم، يعني من خلفيه اسلاميه، ان الملحد الذي كان مسلما، الفرق بينه وبين المسلم الموجود حاليا انه فتح كتاب وقرا، هذا الفرق اللي بينهم يعني، وقدر يتوعى وقدر يفهم شو هو الدين، لذلك تحول لملحد مثل ما صار بحالتي انا. بدي اسالك روي، هلا اللي عم بسمعك من الاخوه المسلمين، يعني اللي
عم يسمع كلامك هيك انه الفرق بين الملحد من خلفية إسلامية والمسلم ودفاعك عن الدين مثل ببغاء مثل ما تفضلت، يعني برأيك شو شعوره هلا حاليا هو؟ وانا متأكد اصدقائنا اللي قاعدين يحطوا لنا تعليقات كله فلان دخل الإسلام وفلان طلع ما بعرف شو، فلان عالم دخل الإسلام، يعني أنا متأكد هم لا يقرؤون الإسلام، ما يفقهون الإسلام شيء. برأيك شو شعورهم هلا اللي عم بسمعوك عم تحكي هالحكي هذا؟ ليك جان، في نقطة كثير مهمة أنا بدي أحكي عنها، يعني واللي ذكرتها إنه نحن أمة لا نقرأ، يعني نحن بالفعل أمة لا نقرأ، يعني للأسف يعني نحن أمة في 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 العرب الأخيرة من قطار البشرية، يعني ما عنا ما في هال، يعني وحتى بديننا اللي نحن مندافع عنه لا نفقه شيء عنه. فأنا بتصور المسلم اللي عم يسمع كلامي هلأ أو الشخص اللي عم يسمع كلامي هلأ من المسلمين أكيد يعني عم يقول نفس اللي كنت أقوله أنا بالأول، إنه هذا كلام سخيف، هذا كلام ما الطريقة الوحيدة لمعرفة الحقيقة إنه يعني متابعة الفيديوهات على اليوتيوب ومتابعة الشيوخ على اليوتيوب، هذه لا تأتي بنتيجة، يعني إذا لم تذهب إلى مكتبة وتفتح كتاب وتقرأ لا، يعني ما في شيء حيتغير بحياتك، من المستحيل أن يتغير أي شيء. فأنا أشجع الشباب المسلم يعني أن يذهب ويقرأ، يعني يمكن هذه القراءة أن تزيدك معرفة في الدين، أو يمكن أنه تاخذك لمكان ثاني مثل ما صار معي أنا، عرفت علي كيف جان؟ فموضوع القراءة كثير مهم، وليس مجرد موضوع القراءة، يعني أنا لما بدأت قراءاتي وما زلت أقرأ في الإسلام، يعني في نقطة كثير مهمة، إزالة القدسية عن النص. إزالة القدسية عن النص هي من أهم الأمور اللي لازم الشباب المسلم، يعني ممكن أنه أنت تجيب كتاب وتقعد تقرأ السيرة النبوية، حاول أنك تزيل القداسة عن النص بينك وبين حالك، ما في داعي أنك تحكي للناس. أنا هذا اللي عملته، يعني كنت خايف بالبداية، يعني كان في عندي حالة من الخوف، وهذا طبعا اللي نحن تربينا عليه، الخوف اللي تربينا عليه، في الله وفي نار وفي جهنم وفي سعير، هذه الامور يعني عرفت كيف. فازاله القدسيه عن النص هي من اهم الامور. يعني الكاتب السعودي عبد الله القصيمي يقول ان الناس يجدون اديانهم كما يجدون اوطانهم وارضهم وبيوتهم وابائهم، يجدونها فقط ولا يبحثون عنها او يؤمنون بها او يفهموها او يختاروها. فأنت يجب أن تذهب وتفهم هذا الدين وتفهم ما أنت عليه. يعني أنا أريد أن أكون مسلم، أوكي جيد لا بأس، بدك تكون مسلم كون مسلم، ما إحنا ما ضدك، بس حاول أنك تقرأ في الكتب الإسلامية. وأنا وخصوصي على فكرة جان، إزالة القدسية عن النص وقراءة، أنا اللي غيرني كتير هي القراءة في التاريخ الإسلامي، وأنا بسميه التاريخ الإسلامي الأسود. وأنا على يقين قبل ما نصل لهالمرحلة هي في عندي أسئلة تانية بصراحة، بس أول شيء بدي أرحب بأختي الشاي، هي عم تقول عادة مبارك أخي جان، شكراً شاي، وطبعاً بتواصلكم أختي الشاي والأخوة الكرام كلهم موجودين بالتشات. شاي في عندك سؤال للضيف؟ على كل أنا راح أجل السؤال هذا شوي شوي، بس خليكي معنا. وأنا أرحب بالأخ محمد عبد وال شيطون كمان، اهلا وسهلا، مساء الخير. طبعا السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل، مي اكس اهلا وسهلا كمان، مي اكس ارحب بكل الاصدقاء. على كل ابو الحكم ما معنا حتى يقدر يساعدني بالشات، انا بتمنى من ابو الحكم اذا بس يشوف الرساله تبعتي يا ريت يتواصل معنا ابو الحكم. على كل أخي روي ما هيك اللفظ؟ مزبوط روي، تمام روي. أنت صليت شيء بحياتك؟ صمت؟ مارست الطقوس الإسلامية؟ ممارسة الطقوس الإسلامية أي نعم. طبعا مثل أي شاب مسلم، يعني كنت روح على صلاة الجمعة، صلي بالجامع صلاة الجمعة، كنت برمضان، يعني منذ البداية لم يعني ما كنت مقتنع كثير بقصة رمضان، يعني كنت يعني صوم وأقطع فترات، يعني ما كنت دائما يعني مستمر بالصيام، يعني
بس الصلاة كانت غالبا يعني صلاة يوم الجمعة بصلاة العيد، يعني ايه كان في يعني كان في عندي، مريت بفترة بحياتي، بفترة معينة بحياتي التزمت فيها بعض الشيء، يعني صرت صلي فيها وصرت أقرأ القرآن وصرت تابع الفيديوهات اللي بتحكي عن حياة الرسول والصحابة وتأثرت وبكيت وتعرف يعني كان في عملية غسيل دماغ. يعني أنا اللي قدرت أوصل له جان، وصلت له بمفردي، ويعني يعني حاولت جاهدا اني اقرا وافهم واتوعى واعرف شو هي الحقيقه حتى قدرت اوصل لهذا المكان اللي انا فيه اليوم. يعني تمام. بدي أسألك مثلا صلاة الجمعة، يعني أنا بتذكر لما كنا أطفال، لما أدخل الجامع، يعني والدي كان يصطحبني للجامع وأنا يعني لم يكن يعنيني، بس أشعر بالخوف بصراحة، يعني بشيء مغيض داخلي. ما بعرف أنت شو شعورك، أنت مثلا قاعد راكع هيك ورا الإمام عم بخطب و عم بيصلي، هل عملية الركوع والسجود هي شو كان إحساسك بدخلة الجامع بالناس اللي حواليك؟ طبعا اكثر شيء كان يزعجني بصلاه الجمعه انا الحقيقه، ولما كنت روح صلي صلاه الجمعه احيانا اكون مجبر على صلاه الجمعه، اكثر شيء كان يزعجني هو بتصور كلام خطبه الجمعه نفسها. خطبة الجمعة أنا أحس فيها إنه عبارة عن يعني يطلع هذا الشخص على على المنبر ويبلش ينهي يحكي، يعني فأنا بالنسبة لي يعني عم يحكي عن أشخاص وعم يحكي عن حوادث وعم يحكي عن أمور، يعني بالنسبة لي أنا يعني لا تمط للواقع بصلة، يعني ماذا يعني انا شو لي علاقه بعثمان وبعلي وبهالامور هي، يعني انا احس انه انا بعيد عن هالامور هي. خطبه الجمعه كانت بالنسبه لي صعبه كثير، قراءه الايات الطويله اثناء الصلاه تزعجني، احيانا كنت اصاب بحاله وهلا في احكيها، يعني احيانا كنت اصاب بحاله من القرف بالمسجد، احيانا كنت ادخل على المسجد شوف الناس كلياتها يعني اجي مثلا اقول انا بدي احط راسي بهذا المكان اللي انا الناس مشيت عليه، صار بحاله من القرف احيانا، يعني هذا كان الشعور. يعني شوف المشكله يعني جان، المشكله الحقيقيه هي انه نحن اجبرنا على هذا الشيء، نحن ما يعني ما قدرنا نختار هذا الشيء، يعني نحن طبيعه مجتمعاتنا وهي نحن وقت ما كنا صغار انه في الله ومحمد والصحابه والانبياء وصلاه العيد كانت مرعبه بالنسبه لي، انا يوم العيد كان مرعب لي، وكان في عندي حاله من الحسد، كنت احسد الاخوان المسيحيين لانه كنت اشوف العيد تبعهم حلو، يعني بالعيد تبعهم في شجره العيد وفي سانتا كلوز وفي الهدايا الحلوه، نحن العيد تبعنا كنت احسه انا حاله من الارهاب، يعني كنا نروح على صلاه الجمعه صراخ وعويل في المسجد، نذهب الى المقابر، بعدين نروح والدي جايب اربع خمس خواريف ويشتغل الذبح والدم، يعني كان في حاله من الارهاب، عرفت علي شلون؟ فكان مرعب، يعني العيد مرعب بالنسبه لي، يعني ما كان بالشيء الجميل. يعني للاسف الشديد هو بالفعل يعني دين الارهاب يعني ما راح يولد غير بهالشعور هذا بالارهاب، خصوصا الذبح بالشوارع بأيام عيد الأضحى، يعني ما يسموه أضحى، ذبح الخرفان خصوصا بالطفولة، تكون جايبين الخروف قبل 3 4 أيام، والأطفال بتعرف بتروحنوا مع الخواريف مع بصيروا بيجي بيوم العيد بتذبحوه قدام هالطفل هذا، والطفل بده ياكل من لحم هالصديق هذا اللي صادقه، يعني للاسف صحيح الشديد. صحيح طيب انا بس تفضل انا بذكر كنت يعني في عندنا اطفال بالعيله واقربائنا وكذا، في اطفال كانت تبكي، كانت انه لا حرام لا تذبحوا لا، بس طبعا نحن ما عندنا يعني هذه الامور، يعني عيب ولا تبكي ولا كذا، يعني احنا حتى البكاء كنا ممنوعين منه، يعني الرجل لا يبكي، يعني بيقولوا لك نحن مجتمعاتنا الرجل لا يبكي، والانسان الذي لا يبكي انسان مخيف، انسان سايكو، يعني انا بنظري يعني إنسان ليس ما بعرف يعني شو نحن عندنا حتى الحب
يعني بيكون من ما هو رجولة إذا بتحب يعني. عيب 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 إنسان يحب، شخص يحب يعني. للأسف الشديد الثقافة القذرة هي إنه الحب صار عيب يعني. طبعا لأنه محمد ما كان يعرف المحبة، ما كان يعرف الحب، كان يعرف النكاح بس. وانكح وانكح وطول عمره طالع ناكح نازل دابح، طالع ناكح نازل ناكح صح، ونازل دابح. هو المشكلة ما هو بس نازل دابح، يعني كان هو دينه دين نكاح بس يعني. المشكلة الكبيرة هو الدبح للأسف الشديد يعني. صحيح. روي يا ريت إذا تحكي لنا مراحل الشك اللي مريت فيها، بداية أول ما بلشت تشك، بخلينا نقول في شيء غلط، شو اللي دفعك، شو الشرارة الأولى اللي خلتك تبلش تشغل الجمجمة مثل ما بقول إخواننا المصريين؟ تفضل. الحقيقة مثل ما قلت لك جان، هي في عدة نقاط يعني. أنا في عدة أمور خلتني ابتعد عن الدين يعني. النقطة الأولى واللي حكيت فيها هي اقتناعي بضرورة القراءة يعني، ضرورة القراءة وضرورة فهم الدين أكثر يعني. هذه كانت النقطة الأولى. النقطة واللي هي كانت مهمة يعني، أنا أزلت القدسية عن النصوص وبدأت أقرأ بتجرد يعني. هذه النقطة جدا مهمة مثل ما قلت. ويعني تعرف أنت بالقرآن مثلا بيقولوا لك يعني إن لكم في رسول الله أسوة حسنة. بس في نقطة كتير مهمة، أنت كيف قدرت تزيل القدسية عن القرآن؟ لأنه هون يعني هون مربط الفرس مثل ما بيقولوا يعني. الإنسان إذا شال القدسية ممكن يفهم. فذات القدسية كيف تمت؟ بعدين بلشت فيه. تفضل. ليك انا يعني هي هذا الموضوع، موضوع ازاله القدسيه، انا يعني بشكر فيه يعني والدي علمني موضوع. انا والدي كان نوعا ما ماركسي في بدايه يعني، انا بتذكر بطفولتي وكان في عندنا كتب بالبيت لكارل ماركس ولينين، فانا كنت اقرا في هذه الكتب يعني، وكنت معجب بالشخصيات، شخصيه تشي جيفارا مثلا كنت معجب فيها كثير. يعني تعلمت موضوع انه انا مفروض اني دائما ابحث عن يعني عن يعني. انا كنت دائما كان عندي فضول بالبحث عن هالشخصيات هي، عن حياتها كيف كانت يعني. كارل ماركس كان رجل يصرف الاموال ببذخ، وهو يعني كان زلمه يصرف فلوس بالهبل، وكان عايش حياه شبه ارستقراطيه، وكان طبعا يدعو الى 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 الفكر الشيوعي والفكر الماركسي، واللي هو يعني فكر متقشف، فكر بعيد عن البذخ، بعيد عن اللي. فانا بالنسبه لي تعلمت موضوع كثير مهم، هو دائما تجرد. وطبعا يعني البدايه كانت جان لما صرنا نسمع موضوع الالحاد بالوطن العربي، وليش صار في الملحدين، وكانت بداياتها لسه الامور يعني بدايه الملحدين في الوطن العربي. فانا قررت، وانا كان في عندي يعني ابتعاد عن الدين اوريدي يعني، ما كنت كثير قريب من الدين، في امور ما كنت مقتنع فيها يعني. يعني انا بحياتي ما كنت مقتنع انه الشخص اللي بيترك الدين لازم نقتله يعني، يعني المرتد يقتل. انا بحياتي ما كان عندي هالقناعه هي، ولا يمكن اني يقبل بهذا الكلام يعني. انا شخص كنت مؤمن بحريه التفكير وبحريه التعبير، وانت بامكانك تعبر وتفكر كنت مؤمن بهذه الامور. فلما صرت اسمع هدول المشايخ يعني عم بيحكوا، المشايخ لهم كان دور كثير كبير بدفع القراءه بازاله القدسيه عن الكتب، ونجحت بالفعل بهذا الموضوع يعني. وكنت اقرا في الكتب الاسلاميه وما زلت اقرا فيها حتى اليوم. كنت عم بقول لك يعني بالقرآن إن لكم في رسول الله أسوة حسنة يعني. فأنا كمان سألت حالي أسئلة كتير مهمة، إنه بالفعل هذا الرجل كان أسوة حسنة يعني. أنا أردت معرفة المزيد عن محمد يعني. أنا ما كنت بدي محمد العريفي أو أبو الحاد الحيواني اللي من هو محمد، كنت أنا بدي أعرف من هو يعني. كان أنا في عندي فضول، وهذا شيء مهم، لازم يكون في عندك فضول ينبع من الذات يعني، لا تبحث وتدور وتقرأ. وعلى فكرة وجود القنوات الإلحادية مثل قناتك يعني، أنا بتصور هذا بيساعد الشباب المسلم كتير بتخطي العقبة هي يعني. الشباب المسلم اليوم ممكن اللي عم يسمع كلامنا هلأ إنه يروح بالفعل يقرأ الكتب هي بعيدا عن القدسية يعني، يفكر ولو للحظة إنه يجرب يقرأها بعيدا عن القدسية. فهذه كانت البداية. وقراءتي في كتب كصحيح البخاري وصحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن ابن ماجه، موطأ مالك. الكتاب الأكثر اللي أثر فيه واللي ما زلت أقرأ فيه هي مجموعة فتاوى ابن تيمية
يعني انا انصح اي شباب مسلم ان يذهب ويقرا مجموع فتاوى ابن تيميه، شيء مرعب يعني يا رجل، شيء مرعب. وانا انصح بالفعل الشباب المسلم ان يقراوا فتاوى ابن تيميه. النقطه الثانيه هي قراءه في التاريخ الاسلامي. يعني انا هذه كانت نقطه تحول كبيره عندي لما قرات في التاريخ الاسلامي. التاريخ الاسلامي، وانا بسميه تاريخ الاسلامي الاسود، لانه بالفعل تاريخنا اسود نحن جان، تاريخ الاسلامي مشوه. يعني انا اذا ما بدي احكي عن اللي صار بزمان الرسول، القتل والسبي و هالامور هي اللي عملها وهو موجود، يعني انا ممكن اني احكي عن الفتره اللي بعد ما هو مات، بعد ما محمد مات، هذا الرجل مات ذهب الى حاله وترك لنا هالبلاوي هي من 1400 سنه لهلا ونحن عم نعاني بسبب هذا الرجل. فاذا بنحكي مثلا عن الاشياء اللي حصلت بعد وفاه محمد، مثلا حروب الرده، لنقول يعني حروب الرده نتائجها واللي صار فيها، حروب الرده بتعرف انت على زمان ابو بكر، وكان في نوعين من المرتدين بهذاك الوقت، كان في مرتدين اللي هن رفضوا دفع الزكاه، وفي مرتدين اللي هن رفضوا الاسلام وارادوا اجتثاث الاسلام من جذوره. الطرفين طبعا قتلوا وقتلوا. يعني الاشخاص اللي رفضت دفع الزكاه ما بدها تدفع فلوس، العالم قالت انه شو هالهبل هذا، يعني ما بدنا ندفع مصاري. قتلوا هذول. وعندك الطرف الثاني اللي هو رفض الاسلام تماما، يعني شوف حاله الكبت اللي كانت موجوده عند العالم، بمجرد وفاه هذا الرجل ارتدت الناس. وعلى فكره باجماع شيوخ السنه والشيعه لولا حروب الرده جان لما كنا، يعني ما كان في داعي نحن يعني كنا قاعدين عم نحكي هذا الحديث هلا انا وياك، كان اندثر الاسلام لولا حروب الرده، كان ذهب هذا الدين الى غير رجعه. القراءه في التاريخ الاسلامي ايضا الخلاف اللي حصل بين معاويه بن ابي سفيان وعلي بن ابي طالب، والذي ندفع يعني ثمنه لغايه هذا اليوم نحن، ويعني واللي حصل في بلادنا في سوريا وفي البلاد العربيه، ندفع ثمن هذا الخلاف لغايه هذا اليوم. تخيل من 36 للهجره ولغايه اليوم المسلمون يتقاتلون فيما بينهم، يعني شيء غريب. يعني حتى تخيل الصحابه اللي هذول نحن بتلاقي في تقديس حول الصحابه، وهذول الصحابه لا يخطئون وسب الصحابه حرام والى اخره. تخيل هذا معاويه بن ابي سفيان كان يامر بسب علي بن ابي طالب على المنابر، يعني كانت يعني انا اليوم بيجيني واحد بيقول له انا ما حاتكلم بالفاظ نابيه، لا اريد اتكلم بالفاظ نابيه، انا اعلى من هيك او اسمى من هيك. هذا صحابي معاوية بن أبي سفيان، خال المؤمنين بسموه، وكاتب الوحي، عاشر النبي، وين أخلاقهم هدول الناس؟ يعني هاي الأمور اللي أنا كمان كتير غيرت فيي جان. أيضا في التاريخ الإسلامي يعني أمر متفق عليه عند السنة والشيعة، يعني في كتاب الامام القرطبي، وهذا من اكبر علماء السنه، يعني كتاب المفهم اسمه، يعني يتحدث فيه عن يزيد بن معاويه كيف قطع راس الحسين، يعني هذا الحسين هذا حفيد الرسول قطعوا راسه، شيء دموي يا رجل. اذا بتقرا بالتاريخ الاسلامي مثل افلام الرعب، قطعوا راس الحسين وسبوا حفيدات النبي، نساء النبي سبين، يعني تخيل لدرجه وين، كما تدين تدان، في كارما بالدنيا، يعني على هو محمد سبى كثير نساء بحياته، فأتى من سبى نساءه بعد وفاته. يعني المعارك اللي حصلت بالتاريخ الإسلامي بسبب هذا الخلاف بين علي ومعاوية، يعني تخيل معركة صفين، المعركة اللي وقعت بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان سنة 37 للهجرة، 70,000 قتيل راح فيها هذه المعركة جان، قتيل لخلاف بين شخصين، 70,000 قتيل. معركة الجمل قبلها بسنة، 36 للهجرة، وقيل ان المسلمين كانوا يعني لا يريدون الاقتتال، كان في عندهم حاله يعني انه لا ما بدنا نتقاتل. قديش راح فيها؟ 18,000 قتيل. طب كنتوا لو حابين تتقاتلوا شو كان صار مثلا؟ 1000 مثلا. يعني وحتى هذا اليوم يعني اهل السلف، يعني هذول السلفيين والوهابيين يكتمون مع افعال معاويه بن ابي سفيان، وهذول شيوخ السنه وشيوخ الشيعه هذول اللي موجودين هلا، هذول التاريخ سيحاسبهم على ما فعلوا بنا، يعني هذول في مزابل التاريخ هذول.
فهذه كانت النقطة الثانية بـ 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 يعني إزالة القدسية عن النص وقراءة في التاريخ الإسلامي، وشجع كل شاب مسلم أن يقرأ التاريخ الإسلامي. مهمة جدا هذه الأمور. النقطة الثالثة، يعني قبل ما أفوت على النقطة الثالثة جان، في شيء بتسألني إياه أو؟ لا لا، بصراحة أنا مستمتع بحديثك وأكمل، وخذ راحتك على الآخر اللي بدك إياه تقوله، الأفكار اللي بدك تطرحها، يعني نحن لك مستمعين. أوكي أوكي، يعني النقطة الثالثة اللي بدي أحكي فيها، يعني حال الأمة العربية اليوم، يعني وهذا موضوع كتير أنا بيأثر فيه، يعني أنا موضوع بيأثر فيه إنه يعني ما وصلنا إليه اليوم، حال الأمة العربية في ظل الإسلام وفي ظل هذا الدين. أنت بتعرف جان، يعني أينشتاين بيقول شيئان لا حدود لهما، الكون وغباء الإنسان. لا حدود لهما هذول الاثنين. فبيجوك علماء المسلمين يعني وبيقولوا لك انه الملحد، هذا الشخص الملحد هذا شخص غبي ومنتحر فكريا، ويعني يفكر بطريقه خطا، والالحاد هذا يعني عم يدافع عن لقمه عيشهم، يعني بصراحه هذول الشيوخ الموجودين. بيجي لك شخص مثلا، يعني شوف الحاله اللي وصلنا لها، بدي اعطيك مثال، يعني انا بيجيك شخص مثلا مثل الشيخ راتب النابلسي، شيخ من دمشق معروف وله اتباع وله، شو بيقول لك؟ بيحكي لك قصه، قال بيقول لك انه بيتكلم بسوره الرحمن الايه 37، شو بيقول؟ اذا انشقت السماء وكانت ورده كالدهان، تمام؟ بيحكي لنا قصه ببرنامج انه ناسا ارسلت مركبه فضائيه، وطبعا هي ليست مركبه فضائيه، هو هذا الهابل تلسكوب، أرسلت مركبة فضائية واستطاعت تصوير نجم يبعد عن الأرض 3000 سنة. هذا النجم انفجر واسمه عين القط، هيك سماه، هو بالفعل اسمه كاتس آي نيبولا. هذا النجم انفجر، هذا النجم فنسب سورة الرحمن الآية 37 للسبب لهذه، يعني صار النجم لما انفجر جان صار جواه ازرق وحواليه احمر، بتعرف انت الانفجار بيعطي قوه، يعني سوبر نوفا بيسموها بالعلم. بالضبط سوبر نوفا. فلما انفجر هذا النجم، شو بيجي بيقول لك انه انشقت السماء، يعني انتم لما طلعتوا على الفضاء وانشقت السماء شاهدتوا هذا النجم كالورده، شكله كالورده. يعني مع انه بتفسير ابن كثير، يعني انشقاق السماء، يعني شوف التناقض عندهم، يعني انشقاق السماء تفسير نفس الايه، تفسير ابن كثير انشقاق السماء هو يوم القيامه، ووردة كالدهان يعني هي ذوبان السماء كالفضه. يعني خلينا نمسك تفسير ابن كثير ونرميه بزباله، معناته خلينا نكبه هذا تفسير ابن كثير. بيشوف علماء الاسلام بيقول لك لا يا اخي، هذا معناه انه القران يصلح لكل زمان ومكان، يعني يلعن دينكم يا زلمة، لهالدرجة عم تستخفوا بعقول الناس يا زلمة، مو طبيعيين يا رجل. راي للأسف، يعني هذا النابلسي الله لو يعرف، هاي سوبر نوفا، السوبر نوفا بصير نجم عملاق يعني تقريبا 100 ضعف الشمس أو أضعاف، يعني بصراحة أنا ما أذكر تقدير الحجم بالضبط، بس يصل لمرحلة إنه شمس عملاق، يصير حتى يصير ضغط الجاذبية على ذات نفسه عالي جدا فينفجر، وخلال هالانفجار هذا يعني معظم المعادن الثقيلة مثل الذهب والحديد وغيرهم تصنع بلحظة الانفجار هاي. يعني الهدهد لهذا الحمار، حش السامعين هذا النابلسي لو يعرف أقل شيء، لو كاتب، لو ماسك دفتر أو نوت بوك أريان عن السوبر نوفا شو هي، لما تكلم هالكلام التافه هذا. ما هذه المشكلة، يعني هي بسموها بتصور بسموها بارادوليا، يعني أنت لما بتشوف شكل مثل الناس اللي قالوا مثلا إنه في وجه، تذكر ما حطوا مرة صورة على الإنترنت لوجه على كوكب المريخ مارس، شكل وجه إنسان، لنا أن نتخيل أي شيء نحن جان، يعني ممكن أن نتخيل أي شيء موجود في الكون وننسبه لهذه الآيات، يعني ويمكن أيضا للمسيحي أن يفعل نفس الشيء، ويمكن لليهودي أن يفعل نفس الشيء.
على فكرة، على فكرة الرأي الهندوسيين في هلا بي عندهم عجاز علمي، ما بعرف شو الكتب اللي عندهم بصراحة، عجاز علمي عن عن البيج بانج، عندهم عجاز علمي على الثقوب السوداء، يعني عندهم اعجاز علمي بكل انواع الاعجاز العلمي، الهندوس ذات نفسه نعم يعني، وهن اللي نعم بيشرب شقاق البقر. لا، وهي يعني الشيء المحزن في هذا الموضوع، انه الاشخاص اللي يعني انا شفت مجسم للهابل تلسكوب، جان قده يعني حجمه بحجم باص مدرسه تقريبا، شيء مرعب هذا الانجاز، يعني انجاز بشري مرعب. ومن قام بصناعه هذا الهابل تلسكوب؟ اليهود والنصارى الكفره هم قاموا بصناعه هذا احذر التلسكوب ابو حريرة. ابو حرقه، يعني غريب، عرفت علي كيف؟ فهم قاموا بصناعه هذه، يعني هم يعني هذا هو الاعجاز العلمي. انا بالنسبه لي هذا هو الاعجاز العلمي، انك انت تصنع شيء مثل هابل تلسكوب وتحطه وتصور ديب سبيس، شيء مرعب هذا يعني. فنحن بما انه نحن العرب ظاهره صوتيه، نحن نحن شاطرين بالكلام بس وبالخزعبلات، يعني ناخذ ما انتجه اليهود والنصارى الكفار وننسبه للقرآن، يعني هاي نحن هذا اللي شاطرين فيه بس، مثل ما بيقولوا عنا. وعلى فكرة يعني العلماء المسلمين يعني أسسوا النهضة العربية والنهضة الإسلامية مثل ما بيسموها، اللي هي استمرت 300 سنة بس، يعني معظم هذول العلماء كانوا من الملحدين، يعني كانوا بعيدين عن النصوص اللاهوتية تماما، يعني كانوا ملحدين، يعني ابن سينا، ابن المقفع، الفارابي، ابو بكر الرازي، كل هذول كانوا من الملحدين. وبيجي لك شيوخ الاسلام شو بيقولوا لك؟ بيقولوا لك ابو بكر الرازي لم يكن ملحدا، لكنه كان يعني هو كان يؤمن بوجود الله، ولكن كان يكفر بالنبوءات السماويه. طب انتوا يعني عدم مؤاخذه، يعني انتوا اذا واحد كفر بمحمد يعني هذا مو الحاد يعني بالنسبه لكم؟ يعني تخيل انت في الرقه موجود الان وتكفر بمحمد، يعني راسك بتلاقيه عم يدحرج 300 متر قدامك، يعني ما ب فالعلماء المسلمين اللي او العرب اللي ساهموا بهالنهضه هي كانوا كلهم من الملحدين. وما حصل بعد ذلك انهم استبدلوا، وعلى فكرة أغلبهم ما كانوا عرب، يعني اغلبهم ما كانوا عرب ما كانوا للاسف. عرب للأسف، يعني لما بيقولوا حضارة عربية إسلامية، يعني إذا كان في شيء اسمه حضارة، إذا كان في شيء اسمه حضارة لازم يشيلوا كلمة العربية عنها، لأنه إذا في حضارة عربية كان شفناها بمكة والمدينة يعني مثل ما بيقولوا بعرين العرب، ولكن للأسف الشديد بعرين العرب ما شفنا غير هالكعب الحجرتين على بعضهم سود وشوية رمال، يعني ما شفنا قصور مثلا، ما شفنا أبنية مثل الأهرامات. خلينا نقول لما نقول مثلا الفراعنة عندهم حضارة، يا أخي الفراعنة شفنا في آثار، يعني في شيء مثلا اليونانيين عندهم حضارة، شفنا آثار اليونانيين، الطليان نفس الشيء، السوريين نفس الشيء، يعني شفنا تدمر، شفنا قلعة حلب، شفنا آثار بكل معنى الكلمة. ولكن عند الصحراء شوفي ما شفنا شيء، يعني ما شفنا غير البول البعير. على كل روي، انت لما وصلت لمرحلة خلينا نقول فهم انه الدين هذا غلط او شيء غلط، فكرت شيء مثلا تبحث بأديان اخرى مثل المسيحية، يعني هي الاقرب بمجتمعنا ممكن يعتنقوها الخارجين من الاسلام، وصلت شيء لهيك مرحلة؟ هي درست مسيحية فكرت فيها؟ تفضل. أكيد جان، أنت بتوصل لمرحلة بتصير بتفكر ب ب ب يعني ب alternatives، بتصير تفكر بخيارات تانية يعني. بس أنا بالنسبة لي ما فكرت بالمسيحية أو بالديانة اليهودية، لسبب إنه الديانة المسيحية والديانة اليهودية لا تقل سخفا عن الديانة الإسلامية. يعني أنا ما بعرف أنت جان إذا قريت بالليفيتيكس، العهد القديم، كتاب اليهود، ما بعرف إذا قريت فيه، لا جربت تقرأ فيه؟ بالقديم ولا بالجديد، وما اليهود يدخل على فكرة، على فكرة إذا إذا بدك تضحك، بدك تضحك مظبوط، يعني بتروح بتمسك كتاب العهد القديم تبع اليهود الليفيتيكس وبتقرأ فيه. هو عبارة عن كتاب طبخ، انثروا لي لحم الخنزير، لحم الشاة على المذبح، وانثروا الدم حولها، ثم ضعوا له قليلا من البصل لأن الرب يحب رائحة الشواء، مثل ما عم بقول لك هذا الكلام موجود بالعهد القديم، يعني
شيء مخجل يا رجل، شيء مخجل. بعدين العهد القديم على فكرة كتاب اليهود، يعني لقلك ليش أنا ما اخترت أديان تانية، يعني لأنه إذا بتروح أنت على العهد القديم مثلا عندك الهوموسكشواليتي حرام، أكل حرام، تخيل قص الشعر من الدوائر، من الدائر هيك، حرام حرام، الغيبة حرام. إذا ابنك أو بنتك سبك عند الحدود، يعني في عند الحدود بالعهد القديم يمكن لك قتل ابنك او 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 بنتك. شيء مرعب، يعني العهد القديم شيء مرعب، يعني لا يقل سخفا وجنونا عن القرآن، يعني لا يقل يعني سخفا وجنونا عن القرآن. مثلا بالإنجيل يقول بولس المقدس، يقول ان المرأة يجب ان تغطي شعرها، واذا لم تغطيه يجب ان تحلق شعرها بالكامل مثل ما انت حالق يعني جان، عرفت علي؟ ف يعني الديانة الاخرى، يعني انا قرات في 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 العهد القديم وفي الانجيل وكذا، صدقني جان لا تقل سخفا ويعني مسخره العاده، يعني مسخره العاده، العاده جان يعني ما فيها اي شيء ممكن انه يعبر الراس، يعني انه شيء انت تقتنع فيه. يعني كتب وجدت يعني قبل الاف السنين جان، يعني لا تمت الواقع بصله، لا تمت العلم بصله. يعني انت اذا اليوم بتجي مثلا تمسك شخص وبتقول له انه انا بدي اياك انت تشرح لي، يعني تحكي لي عن تكوين الكون من خلال الكتب الابراهيميه مثلا، اعطيني شلون انت بتشوف الكون. بيقول لك انه الشمس تغرب في عين حمئه، والسماء وهدول الشهب هي رجوم الشياطين، ويعني بحكي لك يعني تصور للكون الشخص، الناس اللي كتبت هالكتب هي تصوروا للكون، يعني ما بيعرفوا شيء، يعني ما عنده، ما كان في علم. جان العلم هو اللي جاوب على هالاسئله هي واحد ورا الثاني، يعني وهذا هو الطريق الوحيد اللي احنا، يعني هلا في عندك علماء مثلا بيقولوا لك انه في شغله اسمها الفاين تيونينج، انه الكون فاين تيوند او وجد الكون بطريقه انه يمكن ان توجد الحياه فيه. يعني اذا 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 ارتفعت النسبه شوي بخرب الكون، واذا بتبدد الكون اكثر، واذا نزلت النسبه اكثر ممكن الكون يتقلص. فبيقول العلماء يعني اللاهوتيين الدينيين المسيحيه والمسلمين بيقولوا لك هذا دليل وجود الله، وعلى يعني انه شيء غريب، يعني انه اول شيء العلم يجاوب على هذه الاسئله. العلم هو من وجد الفاين تيونينج، والعلم هو من اوجد يعني هذه الامور وحصل على هذه الاجوبه، وبعدين بيجي لك واحد شخص يعني متدين بيقول لك والله انه هذا دليل على وجود الله. لا يا حبيبي، هذا مو دليل على وجود الله، لانه يعني رب، اذا في رب يعني مثل ما عم تقولوا، فهو ما كان مضطر انه يعمل الفاين تيونينج اصلا من اصله، يعني عرفت علي شلون جان. فانا ما فكرت اتبع ديانات اخرى يعني نهائيا، يعني بس انا يعني شلون بدي اقول لك، ممكن الديانه المسيحيه يعني اللي بيعجبني بالديانات الثانيه، يعني كديانه المسيحيه ممكن شكل الكنائس، انا بحب شكل الكنائس بس مو اكثر من هيك، يعني اما كعقيده او كفكر او لا، لا يوجد اجوبه. يعني انا بفضل ان يعني اذا بدي اروح على كنيسه او على جامع واستمع لشخص عم يحكي، بفضل اني استمع لمحاضره او استمع لاقرا كتاب مثلا استفيد فيه، هذا بيكون افيد بكثير يعني بالنسبه لي. ما بظن اني بفضل اني يعني يكون بديانه ثانيه نهائيا، يعني ما اكيد اكيد هذا حقك يعني. ويسوع الدلوع ما قدم شيء اكثر من محمد، يعني صحيح يسوع الدلوع عاش لثلاث سنين واندفس وكتر خيره، يعني بثلاث سنين قتلوه الرومان يعني وخلصنا منه، يعني لو باقي مثل محمد تم 10 سنين زلمه مسالم، يعني لو باقي بعد مثلا لو 20 30 سنه باقي هذا يسوع الدلوع كان الله اعلم مثل ما بقولوا ايش طلع البلاوي منه، كان انجن مثل محمد، يعني كان انجن مثل محمد وبلش يذبح العالم، كان اكيد انا متاكد بالضبط يعني. وغير هيك غير هيك يعني رغم انه عاش ثلاث سنين واندفس وعلى اساس كانت تعاليمه جيده ووعظه الجبل ووعظه الوادي ووعظه البطيخي كل هالحكي الفاضي هذا، رغم ذلك نشوف يعني تاريخ اتباعه الدموي الى ابعد الحدود، فما بالك لو كان مثلا تعاليمه مثل تعاليم محمد، يعني كان شو ساوي. صحيح صحيح جان،
يعني مثل ما قلت انت، يعني كان والمسيحيه كان لها نصيبها وكان لها دورها بالاجرام والقتل، يعني بفتره معينه من التاريخ كان لهم نصيبهم وكان لهم دورهم بالاجرام. لكن طبعا هن قدروا، يعني انا لما حكيت لك عن العهد القديم، كتاب اليهود والانجيل، الخرافات اللي فيهم، يعني الاشياء الموجوده عندهم جار موجوده عندنا نحن. يعني الاشياء الموجوده في العهد القديم موجوده في القران، يعني حدود القتل و و و الجنون هذا كله يوجد عندهم هذا الجنون. طب السؤال اللي نحن بنطرحه على نفسنا، وهذا سؤال كثير مهم، انه ليش هدول الناس تقدموا ونحن لساتنا متاخرين؟ يعني شو السبب بهذا الموضوع؟ يعني اذا هذيك اليوم عم شوف عم بقرا عن بحث عن افضل 100 جامعه في العالم، ما فيهم ولا جامعه عربيه، ولا جامعه فيهم عربيه. جامعه القدس اللي هي باسرائيل بتجي بالمرتبه 70 تقريبا، ولا جامعه عربيه فيهم. تخيل يعني جان، يعني شوف احنا وين وصلنا. يعني اسلاميه، يعني انا ما ماشي، انا كمان شفت الجامعه الاولى ولا حتى جامعه اسلاميه. ما هذه المشكله، نحن يعني بمجتمعاتنا تم استبدال البحث العلمي بالنص القراني وبالاحاديث. يعني وعلى فكره اليوم في مشكله كثير كبيره عم تواجه المسلمين، وبيقولوا لك يعني انه ليش الشباب المسلم عم يتجه للالحاد. لاحظت من فتره انا صار في موجه طلعت، اللي هي شيوخ الاسلام المعتدلين يلي عم ينادوا بتنقيه وغربله الاسلام. يعني صاروا بدهم ينطفوا الاسلام من صحيح البخاري وصحيح مسلم، لانه انت اذا بتقرا صحيح البخاري وصحيح مسلم جان، في اشياء مخزيه، يعني مخزيه، وصمه عار يعني ولا يمكن التخلص منها. يعني ففي اصوات جديده تعلو الان للتخلص من هذه، يعني مثلا العلاج ببول البعير. هذا الحديث، علاج بول البعير، هذا حديث متفق عليه في الصحيحين في مسلم وبخاري، يعني هذا يعتبر من اعلى درجات الاسناد. يعني فانت اليوم لما بدك تجي تتكلم بعلاج بول البعير وتقول ان العالم تشرب بول البعير، في عالمنا اليوم هذا الشيء مرفوض. يعني في عندك عالم اليوم، يعني في عندك عالم فيجيتيريانز، لحمه ما بتاكل يعني، ويشرب بول بعير، يعني عرفت علي كيف؟ فالمشكله اليوم اللي عم تواجه المسلمين هون، عم يحاولوا تنقيه الدين من 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 هذه الاحاديث، ولكن المشكله اللي عم يواجهوها هي الشيوخ الوهابيين تبع البترو دولار، هذول الموجودين بالسعوديه. هذول طبعا عندهم مشكله كبيره، اذا نحن بدنا نشيل هالاحاديث هي، فانت هلا اليوم شو عم تعمل؟ عم تغير 1400 سنه من التراث هذا اللي انت خلقته، من غسيل الدماغ هذا اللي غسلت فيه عندك اجيال واجيال مغسوله دماغ، ربيت على الامور جان. فانت كيف بدك تيجي تغير هالامور هي؟ كيف بدك تيجي تغير هالعادات هي؟ هذا شيء من المستحيل. واذا نحن على فكره، انا يعني بقولها دائما هي بحواري مع 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 اشخاص مسلمين، اذا انت بدك تشيل حديث بول البعير من صحيح بخاري ومن صحيح مسلم وصحيح بخاري، فنحن ايضا كملحدين بامكاننا انه نشيل اي حديث ثاني. يعني نحن ممكن انه نهاجم مصداقيه اي حديث ثاني. اذا انت عم تقول انه في احاديث محمد قال انه لا تقتلوا لا تزنوا لا كذا، يعني احاديث جيده خلينا نقول عنها، معناتها نحن كمان بنقدر نشكك بمصداقيه الاحاديث هي، معناتها صحيح البخاري هذا كله عزباله، معناتها هذا، لذلك ما بيقدروا يشيلوها. يعني حاولوا جاهدين ترقيع هذا الدين جان، لكن من المستحيل ان ترقع الاسلام. بعدين في عندنا مشكله نحن ثانيه وصلنا لها. نحن لاحظنا من فترة بالإرهاب اللي حصل وداعش والأمور هي اللي طلعت بمجتمعاتنا، يعني بيجي لك واحد بيقول لك إنه أنا والله داعش هي ما لها علاقة بالإسلام أو لا تمت الإسلام بصلة. طب أنا حسألك سؤال، هدول الشباب تبع داعش منين إجوا؟ يعني إجوا من كولومبيا؟ ما بتصور إجوا من كولومبيا، أكيد أنا متأكد إنه إجوا من مجتمعاتنا. ممكن تلاقي منهم أشخاص كانوا يدرسوا معك على مقاعد الدراسة، ممكن تلاقي منهم أشخاص كنت عايش معهم، ممكن تلاقي أقرباء لإلك. اجوا من سوريا ومن مصر ومن السعودية ومن من من ليبيا، من دول من الخارج. هي اول نقطة. النقطة الثانية، يعني هدول الشباب منهم فينا. يعني النقطة الثانية هو انه نحن اليوم الفكر الداعشي هذا او افعال او داعش، انه من اين تستمد يعني افكارها؟ هل استمدت افكارها من الانجيل؟ هل استمدت افكارها من التوراة؟ لا، ما استمدت افكارها من التوراة. انا حاقول لك منين استمدت افكارها. استمدت افكارها داعش من 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 كتب التراث الاسلامي ومن القران ومن الحديث ومن صحيح البخاري. يعني انت اذهب واقرا مثلا مجموع فتاوى ابن تيميه،
هل تعلم انه يعني في يعني بفتاوى ابن تيميه انا اثناء قراءتي فيها يعني تخيل انه الجهر بالنيه، الجهر بالنيه يعني انت ذهبت الى مسجد وقلت نويت ان اصلي صلاه المغرب مثلا وجهرت فيها، قال تستتاب 3 مرات واذا لم تتب تقتل. تخيل وانت مسلم موحد تذهب الى الجامع تصلي يعني. فلا حدا، وعلى فكره لما تقول ابن تيميه هذا يسمى شيخ الاسلام، ابن تيميه هذا شيخ الاسلام، هذا يعني يعني هن بيسموه شيخ الاسلام وابن تيميه شيء مقدس يعني. فانت لما بتجي بتقول لي يعني في مثلا كتب مثلا من كتب ابن تيميه الصارم المسلول على شتائم الرسول، اسمه الكتاب، تخيل اسم الكتاب لحاله هيك ارهابي يعني، الصارم المسلول على شتائم الرسول. اقرا في هذا الكتاب مثلا شيء مرعب يعني، شيء مخيف. فداعش وهدول الناس ما جابوا هالامور هاي من كوكب ثاني، جابوها من الاسلام، جابوها من القران، جابوها من الاحاديث. يعني بيقولوا لك مثلا انه الرسول لم يقتل بعض المرتدين، من ردة مثلا ان الرسول هناك بعض المرتدين لم يقتلهم، هيك بيقولوا لك شيوخ الاسلام، لكنه ايضا قتل بعض المرتدين. على فكره 2 يصلحون في الاسلام، القتل وغير القتل، 2 بيمشوا يعني معك. فانت اذا كنت عم تحكي مثلا انت انا اليوم في روح عند شيخ مثلا عايش بامريكا ولا انا تركت الاسلام انا مرتد، شو بيقول لي؟ لكم دينكم ولدين، هذا كان كيوت يعني، بيقول لي لكم دينكم ولدين، انا ما دخلني فيك، ما لي علاقه. لكن اذا صدف وتواجدت بالسعوديه او تواجدت بالرقه، ها هون وضع مختلف تماما صار، يعني هو وضع ثاني صار. فالمشكله في الاسلام يعني انه كل واحد منهم بي 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 يعني يعني لما نحن بنجي نقول داعش لا تموت للاسلام والسلام، لا تموت للاسلام والسلام، لانها استوحت يعني الافعال اللي عم تعملها وهذا السبي والقتل والذبح. وهي يعني تخيل جان موضوع السبي مثلا اللي عملوه داعش، سبي النساء الازيديات اللي صار شيء مرعب يعني. موضوع السبايا شو بيقولوا لك شيوخ المسلمين؟ بيقولوا لك انه موضوع السبي يعني بتقول لهم انت ليش محمد ما لغى موضوع السبي؟ طبعا بغض النظر عن انه محمد نفسه هو كان يسبي النساء، وفي 3 أو 4 من زوجاته كانوا سبايا يعني، واحدة منهم صفية بنت حيي هي اليهودية الذي قتل زوجها وعذبه يعني، عذبه وقتله وقتل أهلها وعشيرتها وسرق أموالهم وبعدين اصطفاها لنفسه. قال شو بيقولوا لك؟ كانت تموت غرابا بحب رسول الله، يحرق دينا يعني، انه شو بي اكثر من هيك يعني، قتل ابوك واخوك والعيله كلها ولسه بتحبيه كثير. ما علينا، بيقولوا لك بتسالوا للشيوخ المسلمين ليش الرسول ما قضى على السبي؟ يعني هو لغى الخمر، ليش ما لغى السبي مثلا فرضنا؟ بيقولوا لك قال السبي هو كان عباره عن منظومه اقتصاديه يعني مهمه جدا في ذلك الوقت، لذلك لم يستطع الرسول ان يلغي هذه المنظومه لانها تمس جيوب المسلمين، فكان ممكن يصير في ثوره في ذلك الوقت. لذلك الله عز وجل اراد ان يلغي هذا الموضوع بالتدريج. امتى انتهى اخر سوق نخاسه سيد جان؟ عام 1962 بسعوديه انتهى اخر سوق نخاسه بامر من الله عز وجل، ولا لا مو بامر من الله عز وجل، انتهى بضغوط غربيه من الصهاينه من الكفار، بامر من الكفار انتهى. ولو لم ينهن الكفار عن هذا الموضوع لشاهدت لغايه اليوم اسواق النخاسه، وهي طبعا موجوده اسواق النخاسه اليوم، هي الفيزا والكفيل والما بعرف شو موجوده لسه بشكل من الاشكال موجوده يعني. لكن بيجي بيقولوا لك لم يقدر الله عز وجل لم يرد انهاء هذه المنظومه بمره واحده، ولكن ارادها انهائها على درجات. يحرق اخت الدرجات عام 1962 انتهت، كثير اخذت وقت مع رب العالمين لنهاها يعني. في اماكن بالدول الاسلاميه مثل موريتانيا تمارس هذه الجرائم لحد الساعه هي يعني للاسف الشديد. صحيح. روي بدي اسالك يعني شو الفرق بين روي كحاله نفسيه لما كان مؤمن وروي الملحد اللي متاكد يقينيا تماما انه لا يوجد اله؟ تفضل. شوف جان، هلا هي الحقيقه هذا الموضوع يعني انت بتعرف انه التربيه يعني يعني نحن بالشرق الاوسط 90% من الناس بربوا اطفالهم على مخافه الله عز وجل يعني كما بيقولوا يعني. وشلون بربوه على مخافه الله عز وجل؟ بربوه على اساس انه انت اذا كذبت بتروح على النار، كيت هيك بتروح على النار،
انت اذا، وطبعا هذا موضوع النار يدعم لما بيطلع لك مثلا شيخ من هدول المشايخ اللي عينه رايحه مثلا هيك وبقن عامل لك هيك، عرفت شلون؟ وبيطلع هذا مثلا بيقعد بيقول لك ان سلسله قطرها 50 ذراعا ستدخل من ما بعرف مين وتخرج من راسك وسوف يذهب، يعني كيف؟ فموضوع مرعب يعني. يعني تخيل انت طفل يعني. انا انصح كل مخرجي افلام الرعب يعني يقروا الاسلام حتى يقدروا يعرفوا شو هو الرعب يعني. لا لا عن جد يعني مارتن سكورسيزي اذا ارى وصف النار عند المسلمين بينتج افلام مرعبه يعني. يعني فانا يعني نحن التربيه الاسلاميه قائمه على هذا الموضوع يعني، تربي الولد على الخوف، تربيه على ثقافه الخوف، تربيه على انه اوعى تسب الصحابه، اوعى تسب الرسول، هذا ما بصير، هذول هذه القدسيه الزائفه هي حوالين الشخصيات هي. فبيربى الشخص وفي عنده دائما في عنده خلل نفسي يعني صراحه يعني. نحن بشعوبنا للاسف يعني نعاني من خلل نفسي كثير كبير يعني. ف الشعور بعدم وجود اله بتصور انه يعني في ناس بيقولوا لك يعني، انا حاورت اشخاص متدينين بيقولوا لك انه كيف انت بتقدر تعيش بدون وجود شيء اكبر منك يعني. بقولون انا ايه بقدر اعيش بدون وجود شيء اكبر مني، بالعكس يعني. يعني انا اشعر بسعاده غامره انه في انه ما في شيء اكبر مني، انا اشعر باني انا اعني شيء لما صار ما في شيء اكبر مني يعني، لي وجود، لي قيمه يعني. عرفت علي كيف جان؟ ف للاسف يعني ثقافه الخوف اللي نحن عايشين فيها هي يعني انت بامكانك انك تروح وتتصرف بالطريقه اللي انت بتريحك وتعمل اللي انت بدك اياه وتعمل الشيء اللي انت بتلاقيه صح بدون ما تحس انك مراقب 24 ساعه. وعلى فكره انا في ذكرت لك بالبدايه الحلقه كاتب سعودي عبد الله قصيمي، ما بعرف اذا سمعان فيه، اللي هو كان يعتبر ابن تيميه العصر وصار ملحد في نهايه حياته يعني. وكتب في كتاب ايها العقل من راك يعني، كتاب رائع جدا انصح المسلمين بقراءته يعني. يعني ذكر في هذا الكتاب ان الشعوب يعني الامه التي تعيش تحت ضغط ورقابه لا يمكن ان تبدع جان. يعني ما هو سبب ابداع اوروبا وامريكا؟ ليش العالم هي ابدعت هي؟ لانه الامور الاساسيه الموجوده عندهم بحياتهم يعني كالاكل والشرب والجنس، هي الامور انتهوا منها يعني. يعني شيء امور صارت عاديه يعني، ما في داعي انه يفكروا فيها. بينما الشباب العربي يعني يفكر بالجنس 24 ساعه يعني، يفكر يعني بيقولوا لك انه يعني احصائيات يعني اكثر متابعين قنوات البورن هي من الشرق الاوسط، العالم العربي يعني، متابعين مواقع البورنو اللي بتلاقي من العالم العربي يعني. نسبه مثلا هوموسيكشواليتي بالوطن العربي هي نسبه مخفيه طبعا، لكن نسبه عاليه كثير نتيجه الكبت ايضا ونسبه الشيء هي. وفي معظمهم بتلاقيهم بينتحروا او بيقتلوا حالهم او بتلاقيهم بيضطروا يهاجروا لبلدان ثانيه حتى يعبروا عن احساسهم يعني، مجرد احساسهم يعني. فانا لما بيجي بقرا بديانات انه والله الهوموسيكشواليتي حرام وانه ما بعرف شو حرام وانه ما بعرف شو حرام والخمر حرام وكذا، طب كله حرام وكله في خوف وكله في ارهاب، انا ما بدي اعيش بهالطريقه هي. أن يعني انا بالعكس انا اشعر بي 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 براحه وبسعاده غامره يعني. يعني عندما تخلصت من عقده الاله جواتي وتخلصت من العقده هي تبع محمد والانبياء والكهنه هذول اللي بيطلعوا بيحكوا بالقنوات الفضائيه، تخلصنا العقد هي يعني، صرت حتى استثمر وقتي بامور افضل يعني، استثمر وقتي بتعلم لغات، استثمر وقتي بقراءات بالكتب العلميه، صار في سعاده اكثر بالحياه يعني. اشعر بسعاده يعني. شو هي اهم كتاب خلينا نقول اثر فيك تنصح مثلا الاخوه المسلمين او حتى الملحدين يقرؤوه يعني، كتاب علمي مثلا او كتاب فلسفي او اي كتاب انت تاثرت فيه وتنصح الاخوه المشاهدين انه يقرؤوه؟ تفضل. والله انا ليك جان، في كتب اثرت فيه بشكل
ايجابي وفي كتب اثرت فيه بشكل سلبي. يعني مثلا لما انا ذكرت لك انه انا عم بقرا بالتاريخ الاسلامي وبالكتب الاسلاميه يعني، وما زلت اقرا فيها يعني، يعني نصيحه، اقرأوا كتب ابن تيميه. انا يعني قراءه ممله جدا، ممله الى ابعد الحدود القراءه فيه، ولكن ساعدني كثير على اتخاذ قرار مهم بحياتي، انه انا ارمي هذا الدين ورا ظهري وارفض هذا الدين وانتقل الى الالحاد. هذا الكتاب كثير اثر فيي انا على فكره، يعني يمكن من السخريه هي يعني انه كتاب مثل هذا اثر فيي انا، لكن بالفعل اثر مجموع فتاوى ابن تيميه اثر فيي كثير. لكن في عندك الكتب بقى اللي تنير عقلك، الكتب المختلفه دي، الكتب الثانيه يعني. انا في عندي كتاب جورج اورويل 1984، هذا الكتاب اثر فيه كثير انا، لسبب، لانه بحس انه هذا الكتاب، ما بعرف اذا قريت جورج اورويل 1984 جان، كتاب جدا مهم، لانه يعني بيحكي عن كيفيه السيطره وغسيل عقول البشر، يعني كيف انه يمكن للدوله او للسلطه او للمؤسسه الدينيه، يعني انا ربطته بمجتمعاتنا كثير يعني هذا الكتاب، كيف بإمكاننا أن تغسل عقول البشر وأنك برمجك وتعملك إنسان مثالي. يعني شو، نحن عشنا بدول ديكتاتورية بتعرف أنت جان، يعني كنا الصبح لازم نردد الشعار قائدنا إلى الأبد وكذا، وهي والأمور هي بتعرف الشعارات هي، فكان في عملية مبرمجة من غسيل الدماغ هي بالمدرسة هي، قائدنا إلى الأبد الأمين حافظ أسد. ياس نعم، هاي كانت من الشغلات يعني المقدسة، ونصرخ بجوارحنا يعني، عرفت شلون، ما كنا صغار يعني لابسين هاي الطاقية الغبية، هاي طاقية الفولار والجوزة يعني. المهم فبتلاقي يعني شوف، هذا الكتاب كتير أثر فيه، لأنه بيحكي عن كيف قدرت الدولة انها تغسل عقول شعبها وتبرمجه بطريقة معينة، بحيث انه تتحول لمواطن مثالي تعمل وتموت في خدمة هذه السلطة وهذه الدولة. وهذا بالفعل يعني المؤسسة الدينية، نحن عن ان كان الازهر او الوهابيين بالسعودية وكذا، هذا بالفعل كان لهم دور كبير وساهموا بطريقة فعالة بتدمير هذه الأمة. ومثل ما قلت لك شان، هذول الشيوخ هذول الى مزابل التاريخ، وسيحاسبون يوما من الايام، سوف نحاسبهم يوما من الايام بكل تاكيد، وبكل تاكيد، وانا متاكد حتى محمد سوف ياخذوه للمحكمه. طبعا المحكمه مجازيه راح تكون، بس لكن كمحمد كشخصيه تاريخيه يجب ان يؤخذ للمحكمه، يعني سيقدم يوم من الايام للمحكمه. ما هو بلشت يعني موضوع الغربله بالاسلام، بلشوا بالاحاديث، هلا بكره حيبلشوا يعني بفتره قادمه حيبلشوا يغربلوا بالقران نفسه، حيشيلوا ايات القتل منه، فحيصير القران ما له مصداقيه، ومحمد ما له مصداقيه، واحاديثه ما له مصداقيه. فشوي شوي بالتدريج يعني، انا اليوم ما فينا نجي نقول نحن سنقضي على الاسلام تماما، يعني نحن اذا وصلنا ل ل ل ل ل لنقطه يعني انه نشيل الفكر الارهابي من ذهن الشباب المسلم. اليوم عندك الشباب المسلم، خليني اقول 60% من الشباب المسلم هو خامل لارهابي، يعني ممكن انه يتحول لارهابي في اي لحظه. يعني ليش؟ لانه نحن وصلنا لحاله فكريه مترديه لدرجه انه يعني رسام كاريكاتور بالدنمارك رسم صوره للرسول، اهتزت الامه الاسلاميه من شرقها الى 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 غربها، ومظاهرات عمت وكذا وهي. لكن عندما نشاهد افعال داعش على 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 التلفاز يعني، ونشاهد الذبح والقتل والسبي، ما شفنا رده فعل بالشارع المسلم. أنا ما شفت ردة فعل بالشارع، وين ردة الفعل؟ وين المظاهرات العارمة اللي طلعت ترفض هذا دليل على إنه الفكر الأصولي والفكر الإرهابي صار موجود بالسب كونشس مايند تبعنا، متأصل فينا صار يعني. وحتى يعني حتى مو بس داعش يعني، رؤية في نقطة كثير مهمة يعني، مو بس من أفعال داعش يعني. هلا مثلا طائرات الأسد يعني، شفنا نحن الأطفال اللي طلعوا من يعني تقتلوا من وراء طائرات الأسد، ولا مجازر ارتكبوها شبيحة الأسد وكل هالأشياء هاي، حتى مجازر صدام مثلا حلبشة ضربها بالكيماوي، المجازر اللي عم ترتكبها جماعة حزب الله وجماعة الحشد الشعبي وكل هدول، يعني المسلمين لا من طرف الشيعة ولا من طرف، لا ما بيطلعوا مظاهرات ضد القتل كمثلا يعني
يعني بيطلعوا على رسومات على شغلات هيك ولا مثلا امور تافهه، امور تافهه يعني بيطلعوا على امور تافهه يعني. شفنا وقت رسموا الكاريكاتير تبع محمد، شفنا كيف نهز العالم وقتلوا واحد من الرسامين كمان. يعني انا بستغرب يعني وصلنا لحاله فكريه متردده لدرجه انه يعني وين الانتفاضه بالشارع العربي اليوم ضد هالامور هي؟ يعني وين العالم يعني اللي تقول يعني انت بتقول انه الاسلام لا يدعو الى القتل والاسلام لا يدعو الى ما بعرفكم، وين الانتفاضه؟ وين رده فعل الشارع؟ وين رده فعل الشارع؟ يعني انت بتقول لي انه بافغانستان او بباكستان مثلا حيطلعوا مظاهرات داعش؟ ابدا، هذا لن يحصل، هذا لن يحصل. صحيح صحيح. على كل خلينا ناخذ شويه اسئله واصدقائي، انا راح افتح سكايب ده حالا يعني وبتمنى منكم مشاركاتكم. طبعا الاخت شاي اسف كثير على تاخير السؤال، شاي عم تقول سؤال للضيف: يحاول المسلمين ان يثبتوا ان الملحد على خطأ ويلجؤون الى القران والسنه لاثبات صحه عقيده نحن لا نؤمن باي شيء فيها، ما هي نصيحتك للمسلم الذي يحاول ان يناظر الملحد؟ والله ليك شان، بالنسبه لموضوع انك مسلم عم يناظر ملحد او ملحد عم يناظر مسلم، يعني انا بالنسبه لي هذا الموضوع يعني هو موضوع انه يعني انا اتمنى ان نصل الى هذه المرحله انه نطرح وجهات نظرنا بشكل كثير يكون سيفلايزد يعني بشكل حضاري، يعني اطرح وجهه نظري انا كملحد واطرح وجهه نظري كمسلم مثلا، وكل واحد منا بعدين يؤمن بما يؤمن به. لكن المشكله الحقيقيه هي ان المسلم لا يقبل الطرف الاخر، هذه المشكله الحقيقيه. يعني اليوم يعني انت لما بتناظر شخص مسلم هو على 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 يقين وعلى اعتقاد 100% انه يعني على صواب، وان يعني هذا وانه يعني هو من ينتمي الى الدين الصح، وانه هو ينتمي الى العقيده الصح، وهو يعني المشكله في المسلمين بتلاقي في عندهم خصوصا شيوخ المسلمين تلاقي في عندهم النرجسية. يعني انا حاولت كثير اني يعني انا بحاول اتجنب دائما مناظرة المسلمين، لانه بده يرجع دائما يعد لي المواضيع ويقول لي انه الاسلام لا يدعو الى القتل، الاسلام دين الرحمة، الاسلام كذا، الاسلام كذا. ولكن بنفس الوقت انا قلت لك قبل هيك جان، اثنين يعني شغلتين بيصلحوا في الاسلام. يعني يمكن للمسلم ان يفسر الاسلام بالقتل، انه يوجد ايات قتل في الاسلام، ويمكن ان يفسرها بطريقه كمان يعني بطريقه لك والله لكم دينكم ولي دين. بس للاسف التاريخ الاسلامي والثقافه الاسلاميه يعني ثقافه ترفض الطرف الاخر، ترفض النقاش، ترفض الحوار، واذا حاورك بده يحاولك على اساس انه هو اعلى منك، على اساس انه يعني انا كثير شفت مناظرات يعني بين هيثم طلعت مثلا، هذا المأفون، هذا هيثم طلعت اللي عامل لحاله انه بيفهم يعني، ومحاضرات مع شباب ملحدين وكذا وغير. تصور انت كنت بالمحاضره بالمناظره ما هيك جان ولا لا؟ انا هذا هيثم طلعت انا ممكن استقبل المسلمين، وبصراحه في كثير مسلمين يعني ممكن نسوي مناظره، ولكن هيثم طلعت هذا اعتبره وسخه، وانا اعتب على كل من ناظر هيثم طلعت يعني بصراحه. يعني بالضبط جان، انا هذا اللي عم بحكي فيه، انه انا مثلا اليوم بدي اجي حدا يقول مثلا تعال نعمل مناظره مع هيثم طلعت، انا يعني انا ما بشوف اي نتيجه من المناظره مع هيثم طلعت لسبب بسيط. هيثم طلعت اول شيء لانه شخص يعني ب ب ب ب يعني ب اصولي بكل معنى الكلمه، ب ب ينتمي الى تيار سلفي، والسلفيون يعني معروف السلفيين، يعني مثلا تجي تقول له السلفي المرتد، شو حكم المرتد مثلا في الاسلام؟ بيقول لك القتل فورا، يعني ما في حل وسط. يعني ممكن تلاقي شيخ معتدل يقول لك والله مثلا انه بنحاول ندعيه بالموعظه الحسنه وما بعرف شو كذا وهي، وبعدين اذا ما قبل الله معه يصطفل. بس لا، عندك السلفيين هذا القتل، بعدين النرجسيين بحوارهم. يعني انا تابعت مثلا عدنان ابراهيم مثلا شو عم يحاول انه يورجي الاسلام الحديث، يعني عم يحاول يغربل صحيح البخاري وصحيح مسلم، وعم يحاول يورجينا انه مثلا بول البعير هذا يعني حديث بول البعير حديث غير صحيح. يعني طبعا تم صلبه لعدنان ابراهيم،
من قبل شيوخ المسلمين، يعني صلبوه لعدنان ابراهيم وكفروه وكافر وشيعي وما بعرف شو من هالكلام هذا. طبعا انا ما عم بحكي على عدنان ابراهيم، عدنان ابراهيم يعني انا بالنسبه لي يعني كنت استمع لاحاديثه لافهم وجهه النظر، بس بنفس الوقت بفتره من الفترات بلش يحكي عن معجزات حصلت له، يعني وبلش يحكي عن معجزات حصلت له، كيف استطاع اناره الضوء بدون 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 كهرباء، كيف انه طلعت له جنيه شعرها اشقر قاعده عنده كانت بالبيت، كيف انه استطاع يجد بعض الاغراض المفقوده بالتخاطر، كيف انه سيطر، قال يعني صار يحكي بهالطريقه هي. فمجرد ما الانسان يحكي بهالطريقه هي تعرف انه هذا مصاب بجنون عظمه، وهذا الشخص يعني خلص انتهى، يعني ما بالنسبه شو بدك تناظر فيها، شو بدك تناظر فيه يعني جان. يعني انا نصيحتي للشباب المسلم يعني ونصيحتي انه برجع بقول لكم مره ثانيه، القراءه في كتب التراث الاسلامي، في احاديثكم، في حديث صحيح بخاري، في صحيح مسلم، اقراوا بتجرد، شيلوا القدسيه عن الشخصيات هي واقراوا عنها. يعني بصراحة روي، أنا مسألة المناظرات يعني أنا أناظر شخص مسلم أنا يعني بعمري ما اقتنعت فيها أصلا يعني، ولكن مسألة المناظرة أنا بحب المناظرة، أنه لما بحب هلا تصير مناظرة مو للشخص اللي عم بيناظر. مثلا أنا استضفت 2 أخوة مسلمين يعني وشباب مثل ما بقولوا احترمهم واصدقاء ويبقون اصدقاء، يعني دكتور طه المصري، طه المصري وتحسين العراقي، يعني شخصين العراقي. شخصين جيدين ورائعين، انا احترمهم. انا يعني المناظره هي ليس لاجلهم هم يعني، بس لاجل المشاهد المسلم حتى يعرف كيف المسلم يفكر اصلا بطريقه دفاعه عن دينه. يعني طه، ولا يعني طه الرجل على اساس دكتور ويدافع عن الاسلام، واجى قدام جورج يعني للاسف الشديد طلع تابعت المناظره، تابعت المناظره انا وشفت يعني دكتور طه، مع كل احترامي له شاب مؤدب وخلوق وكل محبتي واحترامي لكل الشباب المسلمين، يعني نحن اليوم جان يعني بنحاول انه يعني هذول بالنهايه الناس، هذول اهلنا وناسنا يعني واخواننا، ويعني صحيح نحن نختلف معهم في وجهات النظر. يعني اتمنى من الشباب المسلم ان يتقبل الشباب الملحد، لانه يمكن اليوم انك تلاقي شاب ملحد مثلا عالم او طبيب او مختص بموضوع ما يفيدك ويفيد المجتمع، حتى يفيد المجتمع الاسلامي يعني، حتى لو كان ملحد يعني. لكن مشكله التقبل الطرف الاخر، عندهم مشكله كبيره بتقبل الطرف الاخر، يجب يعني لازم يتخلصوا من هالعقده هي. يعني نحن بهالقنوات هي بحديثنا هي، الهدف من هالقنوات هي بس انه فتح الاسلام يعني، لا مو هذا هو الهدف يعني، بس من الموضوع انا بالنسبه لي يعني الهدف هو محاوله الوصول بالمجتمع لارقى صوره يعني جان. يعني نحن امتى بنوصل بالمجتمعات لارقى صوره؟ لما نقدر نتحاور مع بعض، لما نقدر نتقبل بعض، لما نقدر نحكي مع بعض. الناس الموجودة بأمريكا أو بأوروبا، الناس اللي تشتغل بناسا مثلا وعم تخترع الصواريخ وتبعتها على القمر، أنا متأكد ما بيسألوا بعضهم أنه أنت شو دينك وأنت شو ملتك، وما يعني ما بتقاتلوا بين بعضهم يعني، كل واحد عم يقوم بعمله بشكل انتهى الموضوع. لذلك تقدموا علميا وتقدموا ثقافيا واجتماعيا، تقدموا في كل المجالات يعني، صارت شعوب نحن وين وهن وين. يعني أنا هذيك اليوم عم بقرأ خبر لاجئ سوري في ألمانيا رايح على ألمانيا معه 4 نسوان و22 ولد، بكلف الحكومة الألمانية بكلف الحكومة الألمانية 30,000 يورو بالشهر، والنسوان مطلوصة بكياس زبالة من فوق لتحت. هذا الإنسان هذا شو هاد؟ شو يعني هدول شو هدول؟ يعني شيء مخجل جان، مخجل. يعني أنت رايح على ألمانيا، يعني أنت بتعرف شو يعني ألمانيا؟ يعني التوب بأوروبا، قمة الثقافة وقمة العلم وقمة الاقتصاد وقمة يعني الشعب الألماني مو مثل الشعوب العربية. الشعب الالماني بال 45 كانت المانيا مدمره على الاخر بعد الحرب العالميه الثانيه، ما كان في المانيا. واستطاعوا من لا شيء ان يعني شوف يعني استطاعوا من لا شيء ان يقوموا بكل شيء، وصاروا اكبر قوه اقتصاديه باوروبا وشعب متحضر وشعبي، وبيجي لك واحد معه 22 ولد و4 نسوان بكلف 30,000 يورو. انا لو كنت الماني
انا لو كنت الماني ساكون اول من يحتج على هؤلاء الناس. ليش انا كشخص الماني ادفع 30,000 يورو مشان واحد جايب اربع نسوان معه؟ شخص متخلف لا يفقه شيء، لا يفيد المجتمع بشيء، جايب لي اربع نسوان جاي على المانيا. كيفك؟ بالعكس راح يضر المجتمع في المستقبل، يعني انشاء ونقوض هو ضرر للمستقبل، يعني للمجتمع، يعني ما بيكفي هالعقلية هي خربت البلد الجاية منه، فبدها تيجي تخرب البلد اللي راحت له. يعني وين ما راحت هالعقلية هي وما وراها غير الخراب، يعني ما أظن في وراها غير الخراب. يعني بإنجلترا في فيلم وثائقي اتفرجت عليه اسمه The Jihadist Next Door، فيلم وثائقي عم يحكي عن المسلمين في بريطانيا. انا ما توقعت انه يكون الموضوع بهالصوره هي. داعش موجوده ببريطانيا، يعني انا بستغرب الحكومات الاوروبيه، كيف تخلي هالبؤر هي موجوده. يعني اليوم لما بيجيك واحد مثل دونالد ترامب، هذا المرشح الامريكي اللي العالم كله كرهانته وعم تقول دونالد ترامب وكذا، بيجي لك واحد بيقول لك انه نحن لازم نراقب المساجد، انا اؤيدك في هذه الفكره، يجب مراقبه المساجد. هو بجد يعني لا، شو مراقبة المساجد؟ لازم تسكير المساجد، هذا أهم شيء، يعني بؤرة من بؤر الإرهاب. يعني المساجد شو طالع غير الإرهاب؟ شو التعاليم الجاية أصلاً؟ ما هو هي السخرية جان. أنت لما تمشي بشوارع نيويورك مثلاً بتلاقي شخص دقنه وصلان لمعدته وواقف بنيويورك بالشارع مثلاً وعم يحكي عن الإسلام وعم يقول إنه أمريكا هي الشيطان الأكبر وأمريكا ما بعرف شو وكذا. هي تعرف من أعطاه هذا الحق؟ الدولة المدنية، الدولة الديمقراطية هي من أعطاه هذا الحق. خلي واحد من هدول الصعاليك يروح يوقف بسعودية ويحكي من الشارع شو بيعملوا فيه، بيختفي بعد دقيقتين بيختفي من الشارع. هدول صعاليك هدول، يعني الدولة المدنية أعطتهم هذه الحقوق، أمريكا أعطتهم هذه الحقوق، الدول الغربية أعطتهم حق إنه يتحدثوا، إنه يتكلموا، إنه يصيروا بشر. وتخيل انه بيستغلوا هالديمقراطيه هي، بيستغلوا هالامور هي ضد. تخيل واحد واقف بنيويورك او بواشنطن وعم يقول انه امريكا هي الشيطان الاكبر وامريكا هي ما بعرف شو، وبيجي لك واحد امريكي بيقول لك ايه هذا حقه، يعني هذا فريدم اوف سبيتش وهذا بالامريكان كونستيتيوشن بالدستور الامريكي ومن حقه انه يحكي هذا الكلام وما حدا بيقدر يتعرض له. تخيل يعني عم يحاولوا يحولونا لبشر ونحن ما عم نرضى نتحول لبشر. يعني شوف مسخره وين. يعني على كلنا اظن الانترنت كفيل بتوعيه الشباب المسلم، او ما في حدا، الاغلبيه الساحقه 99.99% من الملحدين الموجودين حاليا ويعرون الاسلام هم من خلفيه اسلاميه وكانوا مسلمين وكانوا شيوخ حتى. يعني فانا متفائل بصراحه، متفائل انه الشباب عم بيفكر، متفائل انه اعداد الملحدين تكبر. صحيح في كثير ناس مؤمنين وممكن يقتلونا في سبب يعني بسبب ايمانهم، بالدفاع عن ايمانهم خلينا نقول، ولكن في النهايه هالشخص ذات نفسه اللي مستعد يقتلنا راح يفكر يوم من الايام والعقل راح يشتغل، وانا متاكد سيندم على لحظات التفكير اللي فكر فيها انه يدافع عن شيء اسمه الاسلام. على كل خلينا ناخذ سؤال ثاني يا اخوي رايا. في الاخ محمد عبد عم بيقول ممكن سؤال للضيف، المسلم قد يخاف من فكره الموت بدون حياه اخرى، هل مرت الفكره معه وكيف غيرها؟ تفضل. موضوع مهم جدا. يعني هلا دائما الاشخاص المتدينين يعني بشكل عام مو بس المسلمين، يعني يعني هذا نقطه خلاف كثير مهمه بين الملحدين والمؤمنين بشكل عام، يعني من الديانات الثلاثه، يعني انه بيقولوا لك انه نحن الشخص في ايكو جان. تفضل. بيقولوا لك دائما انه الشخص المؤمن بحاجه ل ل ل لبديل. يعني انت لما تطرح الالحاد على الشخص المؤمن تقول له انه رب العالمين مثلا مو موجود والديانات هيك لا تاخذ زعبلات وخرافه، الناس بشكل عام يعني جان بحاجه الى بديل. يعني لما شخص مؤمن يفقد مثلا زوجته او اولاده
هو بحاجة أن يعلم أن زوجته أو طفلته أو بنته أو ابنه في مكان أفضل في الجنة، يعني يعيشون في الجنة الآن. هو بحاجة أن يعني يتخطى. أما بالنسبة للشخص الملحد يعني كان يكون الموضوع شوي صعب، لأنه أنا بالنسبة إلي كملحد بعرف أنه أنا الشخص لما يموت جسده سيتحلل وسيذهب إلى لا شيء، إلى العدم، انتهى الموضوع. يعني موضوع الروح وما روح هذا كله خرافة، هذا يعني ما في موضوع الأرواح والإشباح وعودة الروح والناس بترجع من الموت وتحكي قصصها، هذا كله كلام فارغ هذا. فأنا بالنسبة لي يعني أنت لما أنا بالنسبة لي كان الموضوع هو إنه لما أنا اقتنعت بعدم وجود الله والأديان، يعني بنفس الوقت اقتنعت إنه يعني أنت لما بتتخلى عن موضوع الإله والأديان فبالنتيجة حتتخلى عن موضوع الروح والروحانيات هاي، فبصير تفكيرك يعني عقلاني أكثر، يعني بصير تفكر بشكل عقلاني أكثر يعني. فما كانت مشكلة بالنسبة إلي يعني، يعني أنا أعلم أنني سوف أموت، ويعني يعني أنا بالنسبة إلي يعني أنا أهون إلي أعرف إنه أنا لما أموت مثلا جسدي سيتحلل ويذهب إلى لا شيء، أفضل من إنه لما أنا أموت مثلا سوف أتعذب عذاب القبر وسيأتي ثعبان أقرع يأكل، عرفت شلون يعني؟ يعني بالنسبة لي أسهل الموضوع يعني، مريح أكثر يعني. يعني ليش انا يعني بيجي لك المسلمين بيقولوا لك في عذاب القبر وستعذب عذاب القبر والقبر سوف يضب عليك القبر وياتيك الثعبان الاقرع ويضربك بمطرقه على راسك وما بعرف شو كذا، يعني هذا التراث الاسلامي، هذا اللي بيحكوا فيه المسلمين يعني في عذاب قبر يعني، عرفت عليك؟ فبالنسبه لي انا لا اهون يعني، الموضوع اسهل بكثير يعني بتصور. طيب معنا اتصال من الاخ حكمت من كثير، تفضل اخي حكمت. يا ريت تعلي صوتك حكمت مشان نسمعك. حبيت اسلم على الاخ روي، يعني اتشرف بمعرفته. حكمت حبيبي حكمت لو صوتك يصير اعلى لانه منا سامعينك مزبوط، يا ريت تعلي صوتك اكثر مشان نقدر نسمعك. اوكي هلا احسن؟ ايه على هالنبره خليك، تفضل. ايه اوكي طبعا اسلم على الاخ روي وتشرفت بمعرفته. تشرفنا بمعرفتك حبيبي مباشره، وسلم على اخويا جان واشد على ايده البرامج اللي يقدمها. بس حبيت انبه يعني الاخوه المعلقين انه واحد يعني خلوها للمستقبل قاعده، انه انا اساعد الاخ جان بالاراك والتعليقات، فاذا واحد منهم يعني راد يغلط على الالحاد، يريد يغلط على الدوكنز او اي واحد، بس ما يغلط على الاشخاص بصوره شخصيه، الناس العاديين اللي موجودين بالجروب، والا يصير الى ابعاد وبعدين يصير الى الحظر. يعني احنا نريد شويه نرتقي بالحديث ونرتقي بالتعليقات، انه ما تغلط على شخص مباشره، اغلط على مبدا على فكر معين لك حق، بس ما تغلط على الاشخاص. اتمنى اخواتنا المسلمين ينتبهون على هذا الكلام، وحتى الاخوه الملحدين كذلك، يعني اغلطوا بالافكار ولا تغلطوا بالاشخاص يعني. هاي بس هاي النقطه حبيت اقولها، ومره ثانيه تشرفت بمعرفتك اخ روي. ما عندي شيء اخر. أشكرك أخوي حكمة على التنبيه هذا. طبعا أنا أشكرك كمان دخولك، لأنه أنا بعثت لك على الفيس وما دخلت. على كل أصدقائي أنا أحب أنبه أنه الأخ حكمة هو مدير الصفحة، كمان مدير صفحة الجهر بالإلحاد اللي من استطاع إليه سبيله بالفيسبوك، ومدير الصفحة كمان في اليوتيوب. فالتعليقات يعني لما بيكتب باسم الجهر بالإلحاد هو بيكتب، ومرات أنا بكتب يعني، بس هو اليوم بالبداية أنا كنت كاتب لأنه ما كان موجود، فوقت بيكون موجود هو بيكون يكتب التعليقات باسم الجهر بالإلحاد. وشغلة تانية أنه يعني اتفقنا أنا هو أنه الشخص الجاي يدخل يشتم يعني سنلغيه مباشرة يعني،
مثل ما قال اخوي حكمت، غلط بالافكار، غلط مهم شو بدك سبسب بالافكار ما عندنا مشكله، ولكن اذا تسب شخص موجود او تغلط على شخص موجود مباشر رح نعمل لك بلوك وما ما ما نقصنا وجع راس. عيب يعني، وصلنا لمرحله بكفي بقى بكفي. على كل شوف الاخت ساره عم تقول لي اهلين اخي جانا، اهلين ساره. طيب خلينا نشوف ساره. اهلا وسهلا فيك ساره، تفضلي. اهلا، خير اخ جان، انا على الهواء. انت على الهواء، تفضلي. اوكي، انا حبيت نوجه تحيه كبيره لضيفك صراحه، ضيفك طريقه القاء الافكار والكلام ديالها يعني فريمو يعني حاجه معلومات جد رائعه، وحبيت نهنيك على هذه الحلقه رائعه جدا مع الاخ روي، وتحيه ليك كبيره. هذا ما كان، حبيت نشجعك فقط. تسلمي تسلمي ساره، كلك ذوق ساره، يعني نحن بوجودكم و بوجود الأصدقاء يعني أمثالك نستمر. لازم نستمر، لازم نحن يعني نغرق. سويتي عبد الحليم فينا. تحية لي، احنا في اللي عايشين في الغرب ما نستلمين منهم، يعني شفتوا انت عايش في بريطانيا يعني هم كتير يعني. صحيح. لو صحيح. يشوفوك يعملوا لك أدم. طبعا ارمى متخفي يعني مثل الطائر المتخفي للاسف الشديد، ورغم اني في 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 عاصمه الحريه يعني في بريطانيا في لندن يعني للاسف صح الشديد. لازم الواحد ينور هذه العقول، نحتاج لهذه الحلقه. انت تعمل في عمل جبار، انا كثير فرحانه، وكثير ناس انا عندي في الفيسبوك كانوا مسلمين وبداوا يسالوا اسئله غريبه، يبداوا يطرحوا عليا اسئله غريبه صراحه، مش يعني غريبه يعني غريبه من عند واحد مسلم، يعني كانه بدا يفكر، كانه عقله بدا يدخل له المعلومات، كانه مثل الواد وانت بدا يتسرب بالمياه. فوالا، نحن هكذا. وتحيه ليك كبيره ولضيفك الرائع روي. شكرا شكرا لك ساره، شكرا كثير يعني. مرسي. شكرا مرسي. شكرا. طبعا اصدقائي يعني انا احب انوه انه قناتنا هي جديده، واتمنى يعني تساعدونا بنشر القناه، لانه الصلاعمه كثر خيرهم سكروا لنا قناتنا الاولى اللي وصلت تقريبا ل 7000 مشترك، وانا بتمنى من اصدقائي يشاركونا ويقدروا ينشروا روابط الحلقات هاي، ويقدروا ينشروا القناه هاي، خلي الاصدقاء اللي يعني كانوا مشتركين يرجعوا يشتركوا معنا، لانه في كثير ناس يبعثوا لي انه القناه مسكره ورابط القناه القديمه ما هي موجود. يعني انا بتمنى تساعدوني اصدقائي الملحدين، اصدقائي المقربين، اتمنى منكم تساعدونا بهالموضوع هذا. وطبعا في قائمه قنوات محطوطه تحت الفيديو، يا ريت تشتركوا فيها حتى بنقدر يعني إذا سكروا هاي نلتجئ لقناة أخرى يعني. أخي روي، خلينا نروح على موضوع الجهر بالإلحاد. موضوع الجهر يعني شو رأيك فيه كفكرة؟ خلينا نقول كفكرة، لو بعدين ممكن نناقش مراحل الجهر. شو رأيك بفكرة الجهر بالإلحاد؟ تفضل. بداية بدي أشكر سارة وحكمت، شكرا كثير لكم. أنا سعيد يعني بإني يعني عم نحاول نوصل هالأفكار هي للشباب المسلم ونوعي الشباب المسلم، هذا واجبنا يعني. بالنسبة لموضوع الجهر بالإلحاد، يعني سؤال كبير، لماذا الجهر بالإلحاد؟ يعني أنا بصراحة أنا بالنسبة لي هذا أول ظهور لي كملحد صدقا جان يعني. فأنا بالنسبة إلي يعني كان موضوع مخيف بعض الشيء، لكن بالنهاية يعني ما قيمة الإنسان إذا لم يستطع أن يعبر عن ما بداخله يعني. لازم من الضروري الموضوع الجهر بالإلحاد، موضوع جهر يعني مهم جدا لعدة أسباب. أول شيء مين يعني الشيوخ هذول اللي عم يطلعوا القنوات الفضائيه وعم يبثوا الافكار هي بعقول الشباب المسلم، لازم يكون في 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 فكر ثاني موجود، لازم في افكار ثانيه تكون موجوده، لازم في قنوات تكون موجوده، لازم الشباب الملحد يحاول يجهر بالحاده
لنقدر نوصل لنقدر نكشف بعض الأمور الموجودة يعني حول هذا الدين وليش نحن صرنا ملحدين يعني. اثنين، نظرية الصدمة بيسموها يعني جان. المسلم أو المؤمن بشكل عام لما أنت بتجهر بإلحادك وبشوف إنه في قنوات ملحدة وبشوف إنه في إلحاد عم يصير، بصير في عنده صدمة. يعني أنا في نقاشي مع مجموعة من المتدينين إن كانوا من المسلمين أو المسيحيين، يعني إنه مثلاً الإله غير موجود أو رب العالمين هذا خرافة، طريقة استقباله للموضوع كانت إنه لا ما بصير هذا الكلام، يعني يعني هذا كلام مستحيل، يعني انت اكيد بتعرف انه الله موجود لكن انت عم تحكي هذا الكلام هيك بس لمجرد تحدث. يعني لا، بالفعل انا مؤمن بهذا الكلام، يعني ما قدروا يقتنعوا انه في موضوع الجهر بالالحاد بشكل صدمه، يعني بشكل الشباب المسلم بصير في عنده فرصه انه يشوف في راي اخر وطرف اخر. يعني صرنا 1400 سنه على راي واحد وطرف واحد وشكل واحد، معلش خلينا نحكي بشكل ثاني، ما في شيء يعني. يعني مو غلط انه نحن يعني يكون في عنا اراء مختلفه، يعني وهذا اللي قلت لك اياه. يعني يجب على المسلمين اليوم ان يتقبلوا ان فكره وجود طرف اخر وفكره وجود افكار اخرى، يعني لازم يعرفوا ان الدنيا تغيرت، لازم يعرفوا انه العالم صارت، يعني صار اليوم في انترنت، في يوتيوب، في فيسبوك، في السوشيال ميديا كثير عم تساعد بهذا الموضوع. فلازم يعرفوا انه في افكار اخرى صارت موجوده وموجوده بالعالم العربي بالشرق الاوسط. هذا هاي نقطه كثير مهمه. النقطة الثالثة، عدم معرفة المسلمين بديننا، ونحن يجب أن نكثف من هذه الحلقات. يعني أنا اليوم إذا في عندي خلفية عن كتب ابن كثير وابن تيمية و أنا أتمنى أني أطلع وأحكي، يعني والشباب مسلمين يسمعوا هذا الكلام بدون السب وبدون الشتيمة. يعني نحن صرنا عم نحكي قريب الساعتين تقريبا ما شتمنا حدا، بالعكس يعني حكينا أن المسلمين أهلنا وإخواننا، يعني يعني ما في داعي للسب والشتيمة وانك تروح تسكر القنوات وتعمل، يعني شيء يعني يدل على تفاهتك وعلى سخفك، يعني يدل على ضعفك. يعني فعدم معرفة المسلمين بدينهم، يعني نحن كملحدين يجب علينا، وهذا واجب، يجب علينا ان نتحدث في هذا الموضوع ونركز على هذا الموضوع. تاريخ الإسلام، تاريخ الرسول، خطر الفكر الإسلامي المتطرف على الأجيال، على الصغار هي اللي عم تطلع اليوم، كل هاي الأمور هاي نحن لازم نحكي فيها. وهذا بالفعل يعني موضوع الجهر بالإلحاد موضوع مهم جدا 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 جدا، وأنا بشجع كل الشباب الملحدين اللي لسه ما جهروا بإلحادهم يطلعوا ويحكوا ويناقشوا. وأنا متأكد إنه أنت جان وفي كتير محط قنوات تانية يعني مستعدين استقبال الضيوف ومثل ما استقبلتوني أنا. بكل تأكيد بكل تأكيد، يعني نحن منرحب بأي شخص ملحد يحب يجهر بإلحاده، يحب يجي يطرح أفكاره، ما في يعني نحن موجودين لهذا الغرض مثل ما تقولوا. على كل أظن في الأخ دالك روي، إذا أنت عندك وقت محدد ولا ممكن تتابع؟ لا 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 ابدا ابدا، منتابع كمان، ما في اي مشكله، ما في اي مشكله. تمام. في اظن الاخ عن دليب، يمكن عم كل شبابنا عم بيناقشوا الاخ عن دليب مثل ما قال لي اخوي حكمت. عم في بس سؤال عم بيسالوه على اذا كيف تمت انتشار النسل من آدم وقصة زواج هابيل من أخته وهو عم يتهرب. الأخ عند العندليب عم يتهرب، يعني مش كل تأكيد يعني تهربت. رأي شو رأيك بقصة زواج هابيل بأخته يعني المسلمين أول ما بتبجحوا بيقول لك الملحد يعني ينط على أخته ولا هالحكي هذا وكل هالحكي هذا، يعني شو رأيك بنسل آدم وزواج المحارم عند المسلمين؟ تفضل. هو هاي النقطة كتير مهمة، لأنه طبعا بالقرآن حلل زواج الأقارب، ومحمد نفسه تزوج من أقاربه وزوج بنته لعلي بن أبي طالب. فموضوع الزواج من الأقارب بالإسلام يعني محلل بالقرآن، موجود في القرآن. على ما يبدو أن رب العالمين لم يكن يعني يعلم
ان الزواج من الاقارب يعني زواج شيء خطر يعني، لا يعني شيء غير مستحب يعني. على ما يبدو ان محمد ورب العالمين كانوا يعني ما عندهم فكره عن الموضوع، لذلك زواج الاقارب يعني شيء مستحب في الاسلام. يعني انت بتعرف انه نحن في عندنا كثير بمجتمعاتنا تلاقي واحد بيولد وبيخطب بنت عمه لما بيكون عمره سنه يعني، ف انه هي بنت عمه لبنت عمك لك وانت لي بنت عمك وانتهى الموضوع يعني. فهي واحده من التعقيدات الموجوده بالقران يعني، واللي ممكن نحكي عليها بحلقات ثانيه يعني. طور في تناقضات القران مرعبه يعني، في يعني تناقضات علميه يعني ممكن نتكلم عليها بحلقات ثانيه. بس بالنسبه لموضوع ادم يعني، يعني اللي كانوا السبب بتعاستنا يعني، انا بالنسبه لي يعني لما رب العالمين هالفكرة الخرافية هي تبع انه والله قال له لآدم لا تاكل من الشجرة، وآدم قال لحواء لا تاكل من الشجرة، وحواء راحت اكلت من الشجرة يعني. شيء يعني شيء يعني قصة خرافية، قصة اطفال يعني. طبعا العلم اثبت عكس ذلك يعني، خرافية الى ابعد الحدود يعني. بس المضحك بالموضوع انه المسلمين يعني بيعاتبوا الملحدين انه الملحدين ما عندهم اخلاق، وهن اصلا ذريتهم اللي اجوا منا كلها نكاح محارم يعني، زنا محارم. علماء المسلمين الجداد هلا صاروا يقولوا انه كان قبل ادم الف ادم يعني، يعني رجعوا لنظريه التطور يعني اجباري عنهم يعني، ما بيقدروا يعني الا يرجع لنظريه التطور، مستحيل يعني. وهذا الشيء يعني شوف، هلا البيش المسلم بيقول لك انه الملحد ما عنده اخلاقيات، والملحد ما عنده اخلاق، والملحد بيتكلموا بهالطريقه هي على اساس انه بيربطوا الدين بالاخلاق يعني. وطبعا اذا بنربط الدين بالاخلاق مشكله، وخصوصي اذا كنا من المسلمين، لانه اذا بدنا نربط الدين بالاخلاق فانا اريد حقوقك كمسلم، انا بدي السبايا تبعي، بدي ملكات اليمين تبعي يجيبوا لي اياهم. إذا بدي طبق الشريعة وطبق الأخلاق الإسلامية أنا أطالب بالشريعة بالكامل. أطبق الأخلاق الإسلامية أنا بروح بتزوج أربع نساء يعني، أنا بتزوج أربع نساء بغض النظر يعني عن إنه الزواج بأربع نساء. وأعطيتك مثال هذا الشخص اللي راح على ألمانيا يعني، يعني الملحد لا يتزوج أربع نساء، يتزوج امرأة واحدة. أنا متزوج من امرأة واحدة يعني، وسعيد معها، واموري جيدة، مالي مضطر اني اتزوج اربع نساء يعني، ما عندي هال يعني شهوة يعني، مالي شخص شهوان يعني، يعني عندي هالشهوة الجنسية اللي اخذه حيز من تفكيري دائما يعني. يعني انا بتصور الرجل اللي بيتزوج اربع نساء هذا عنده عقدة نقص يعني، وهذا جزء من حب السيطرة بالإسلام على الأشياء يعني. هنا بيحبوا يسيطروا على الناس، بيحبوا يسيطروا على عقول الناس، بيحبوا يسيطروا على بيحبوا المال، بيحبوا سيطر على النساء يعني. هنا بالنسبة لهم النساء أوبجكت مثل أي شيء تاني يعني. موضوع المرأة بالإسلام هذا موضوع كبير، وموضوع يخصص له حلقة كاملة يعني. هذه المرأة المسكينة في الإسلام يعني، هي وضع آخر يعني للأسف الشديد أخوي. طب خلينا نأخذ اتصال من حكمة. حكمة تفضل. يعني متأسف مرة ثانية اتصلت ولا يهمك ولا يهمك. بس أعطيت على الشيء اللي قال الأخ روي، إنه المسلمين جاي يسألون الأخ، قصدي الملحدين جاي يسألون الأخ المسلم سؤال واضح، ويسألوه يقولوا له كيف قابيل يتزوج أخته، أو قابيل يتزوج أخته. طبعا الروايه الاسلاميه تقول انه اول بطن جابت حواء جابت قابيل ومع بنت، والبطن الثاني هابيل مع بنت، فواحد اتزوج اخت الثاني مثل ما يقول يعني. يعني هو كلنا اخوات طبعا، فهذا هو المنطق الاسلامي يعني. حكمة هون المنطق الاسلامي يعني، هلا مثلا واحد اذا زوج اخته الاصغر منه عادي يعني، لانه ما هو من نفس البطن مثلا. اي على فكره،
قصة حواء يعني حتى يعني قصة خلق حواء هي قصة مضحكة، يعني انه هو كان نايم آدم واجا الإله وشال طلع منه ولزقوا عملوا حواء. يعني انا مش عارف ليش يعني طلع منه، يعني انا مش فاهم يعني هو غير قادر انه يصنع حواء بالضبط. يعني الإله هذا غير قادر انه يصنع حواء من المطين مثلا، من فخار صلص ولا الحكي الفاضي هذا، بيلجأ لضرع المسكين هذا اللي خلقه للتو يعني مثل ما بقولوا. اتمنى يعني الاسئله الاخوه اللي سالوها طول الوقت وما يجاوب الاخ المسلم، اريد اقول له انه خلص انت صار عندك علم هسه انه قابيل وهابيل تزوجوا اخوات وخلص. يعني اذا بطن اولى ولا بطن ثانيه، يعني انت اذا بطن ثانيه بتيجي من امك لك حق تزوجها، شو الكلام الفاضي. يعني التبريرات وكلام يعني مضحك صراحه، جدا مضحك يعني. بس حبيت اوضحها للاخ المسلم واخ مسلم امين داخل معه، اخ ثاني ما اريد اقول اسمائه، ما اريد نشهره مثل ما يقول. ف يعني هذا حبيت بس اوضحه يعني. شكرا شكرا حكمان، شكرا حبيبي. اهلا وسهلا. شكرا. هي القصة، يعني قصة قابيل وهابيل موجودة بسورة المائدة، واللي حابين يروحوا من الشباب المسلمين إذا عندهم تساؤلات يروح يقرأ سورة المائدة وتفسير ابن كثير لسورة المائدة، وقصة قابيل وهابيل وكيف كانوا أصحاب أول جريمة يعني وجدت على الأرض، كيف قتلوا بعضهم البعض. يعني بإمكانه يروح يقرأ سورة المائدة وتفسير ابن كثير أو بموطأ مالك، ممكن يقرأ في هذه الكتب ويشوف التفسير، وبإمكانه أن يضحكوا كمان، يعني شيء مضحك يعني. يعني قصة لا يعني ما بتستاهل الرد عليها يعني الصراحة. يعني هي قصص أطفال قبل النوم وقصص مخزية للأسف الشديد، يعني لا تصلح أن تحكى للأطفال أصلا يعني. أكيد. بدي أسألك شو نظرتك لمستقبل الملحدين، يعني خلينا نقول كيف شايف العجلة ماشية، لأين ماشية، يعني انتشار على خلينا نقول راح ينتشر الحاد أوسع 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 من هيك، ولا راح ينكمش، ولا شو شايف المستقبل؟ تفضل. بعض المسلمين بيقولوا انه ظاهره الالحاد في الوطن العربي هي ظاهره مؤقته، وهي عباره عن شيء يعني. الو معي جان. اوكي. بعض المسلمين بيقولوا انه ظاهره الالحاد في الوطن العربي هي ظاهره مؤقته وسوف تختفي هذه الظاهره، يعني مثل اي ظاهره ثانيه سوف تختفي يوما من الايام. يعني الاسلام اقوى من هذا بكثير، وهذا بذكرني بمقوله بخصوص ببريطانيا عنكم، انا شفت متظاهرين مسلمين يرفعون لافتات مكتوب عليها اسلام will dominate the world، يعني الاسلام سوف يسيطر على العالم. انا سؤالي للشباب المسلمين يعني dominate the world with what، بشو بدكم تسيطروا على العالم؟ يعني شو يعني انا اليوم لما بسمع الناس انه تدخلوا في دين الله افواجا، يعني وعندك هدول المحطات الفضائيه تبع اسلم 5000 في اوروبا واسلم ما بعرف شو، هدول الشيوخ اللي بيطلعوا القنوات الفضائيه، يعني انت اليوم لما بتقول الاسلام سوف يسيطر على العالم بماذا يعني؟ فهذا سؤال كثير مهم. الاسلام لن يسيطر على العالم، هذا بمخيلتكم بس موجود، هذا بتفكيركم الخرافي موجود. يعني حتى إذا كان في عدد ولايات كبير موجود بأوروبا أو بأمريكا من المسلمين، الأجيال الجديدة اللي عم تطلع أجيال كلها حتكون بعيدة عن الدين وبعيدة عن التدين، يعني صدقوني هذا اللي حيصير يعني. وهذا الخرافة وخرافة الدين وخرافة الإسلام ولا المسيحية ولا هي سوف تختفي يوما من الأيام، يعني بشكل طبيعي سوف تختفي لسبب من الأسباب، إنه البشر بطبيعتهم عم يتطوروا جان. يعني نحن اليوم كبشر عم نتطور، أسلوب حياتنا أسلوب نقاشنا أسلوب تعاملنا مع
مع الكائنات الحية الأخرى الموجودة في على ظهر هذا الكوكب اختلفنا كتير عما كنا 50 سنة من قبل يعني، عرفت علي كيف؟ فبتصور الأجيال القادمة حتكون أجيال يعني هم وشغل الشاغل هو العلم، وأنا بتصور إنه مستقبل الحاد يعني يعني الملحدين في ازدياد يوما بعد يوم، وخصوصي في العالم العربي. طبعا بالعالم العربي في 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 ثورة، في موجة من الإلحاد يعني بأمريكا ولا بي 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 بأوروبا، لما بيصير في شخص مثلا بيقول هذا الشخص ملحد، يعني هو يعني ما عليه أي ضغوط، يعني ما تعرض لضغوط بحياته، ما تعرض لضغوط بطفولته. أما نحن بالنسبة لنا في عنا مشكلة كتير كبيرة، مشكلة هالدين هذا يعني. فبتصوري إنه الإلحاد مستمر، وهو ليس ظاهرة مؤقتة في الوطن العربي، بل على يعني يستمر أكثر وأكثر، لدرجة إنه مثل ما قلت لك صرنا نلاحظ إنه المسلمين صاروا يحاولوا يجملوا بالدين، لأنه حسوا واستشعروا الخطر المحيط فيهم. يعني لما أنت اليوم بتجي بتحكي قدام أجيال جديدة، أجيال متعلمة، لما بتقولهم إنه لازم تشربوا بول البعير، عرفت علي شلون جان؟ فالجيل الجديد ما حيتقبل منك هذا الكلام، يعني حينظر لك نظرة دونية، يعني حيقول إنه أنت مين، يعني أنت شو التخلف هذا يعني. في يعني بتصور الملحدين مستمرين إلى الأمام، وسنستمر إلى الأمام، لن نتوقف يعني. والعلم هو الطريقة الوحيدة والسبيل الوحيد لتقدم البشر وتقدم هذه البشرية، وليس فقط على الصعيد العلمي يعني بس جان، يعني نحن كمان العلم يعني حتى نحن يعني أخلاقنا كبشر يعني يجب أن تتطور، يعني تعاملنا مع بعضنا البعض، محبتنا لبعضنا البعض، اختفاء الحروب على وجه عن يعني في هذا الكوكب، هي أمور كلياتها يعني الأجيال القادمة 50 سنة من هلأ ما بتصور حتلاقي أديان جان، ما بتصور إنه حتلاقي الأجيال القادمة، ما بتصور إنه حتى يعني تلتزم بهالخرافات هي، حتى من الأولاد المسلمين يعني، ونحن من عائلات مسلمة يعني جان، يعني نحن من الجيل القديم، نحن من الرعيل القديم يعني، ووصلنا لهالمرحلة هي. فتخيل كيف الجيل الجديد هذا اللي طالع، هذا الجيل اللي السوشيال ميديا بين إيديه، والكمبيوترز بين إيديه، والعلم يعني ما بتصور هذا الجيل حيقتنع بهالخرافات هي. بكل تأكيد رأي، بكل تأكيد يعني أنا متأكد من هالمسألة، أي مثل ما أنا متأكد من وجود حضرتك معي، يعني مسألة الإنترنت وانتشار الإنترنت، يعني نحن أنا وأنت ربينا طلعنا فتحنا عيننا على الدنيا، ما كان في شيء اسمه واتس أب ولا ما كان في شيء اسمه صحيح فايبر ولا سكايب ولا هانج اوت ولا جوجل وهالمسائل هاي، ما كنا نعرفه ولا كنا نتخيل اصلا. يعني انا بتذكر كنت بالثمانينات كنا نشوف اذا انت لحقتها ولا ما لحقتها بجراندايزر، صح؟ لما كان يقعد الشخص ويتكلم مع شاشه وامامه الشاشه، فنقول معقول في هيك شيء ممكن يصير وبتحكي مع شخص بهالطريقه هاي، يعني ما كنا نتخيل، مع انه كان خيال علمي هذاك الوقت. طبعا كان في موجود انترنت، ولكن كان بس بالدوائر العسكريه الامريكيه كان يستعمل يعني، ولكن الفكره هلا صار الشيء طبيعي نهائيا. مثلا هذاك الوقت انا صدقني انا كنت ملحد روي، من عمر بكير كنت ملحد، وصلت لمرحله ال 30 و 35 وأنا أغلب الأحاديث الخرافية هاي أنا ماني سمعان فيها يعني. فمين وصلني كل هالأشياء هاي؟ الإنترنت موجود، دخل البيوت، انتهت المسألة. يعني الشاب اليوم اللي عمره 16-17 مستحيل ما يكون عنده إنترنت، ما يكون عنده فيسبوك، ومن دخل خلاص انتهت المسألة. يعني اليوم الملحد المسلم عم يدخل يشوف كلمة ملحد، يدخل بعد شهر شهرين ثلاثة أربعة عم بيصير ملحد. يعني ما هذا هي النقطة. يعني أنا اليوم في موقع على الإنترنت اسمه sunna.com،
اذا بتفوت على sunnah.com في كل هالكتب هي موجوده، صحيح بخاري، صحيح مسلم، موطأ مالك، الكتب هي الموجوده كلها، وفيها الاحاديث، ومن الاحاديث الصحيحه والاحاديث غير الصحيحه، كلها موجوده، صحيح بخاري وصحيح مسلم. اذا بتفوت وبتقرا يعني عندك باب بصحيح وباب الحيض مثلا، جدا انترستينج، كثير يعني كثير ممتع القراءه في باب الحيض، يعني لما بتسمع الاحاديث اللي عن عائشه لما كانت تحيض، كيف كان الرسول يعني يجلس في حجرها ويقرا القران، يعني شغلات يعني بتطلع انه عن جد يعني بتتفاجأ انه نحن يعني لغايه اليوم يعني لساعتنا، يعني العالم صارت يعني شوي ثاني. يعني سمعت من فتره انه الامريكان بعام 2020 they will land the first man on Mars، يعني اول شخص، اول انسان سوف ينزل على سطح المريخ بعام 2020. ونحن تخيل جان لساعتنا بسنه 36 للهجره، لما معاويه بن ابي سفيان وعلي بن ابي طالب قاتلوا مع بعضهم البعض وحصل خلاف بيناتهم، ونحن عم ندفع ثمن هذا الخلاف لليوم. يعني تخيل نحن الامه الاسلاميه نعيش في 36 للهجره ما زلنا يعني. فلما بيجي واحد بيقول لك انه في نظريه مؤامره على العالم الاسلامي، وفي نظريه هي يعني يمكن كان في مؤامره علينا بالزعماء اللي يعني اللي ابتلينا فيه نحن بالوطن العربي، وما زلنا لهلا لهذا اليوم يعني نحن بنعاني من هالموضوع. لكن بنفس الوقت في انا شخص مؤمن باراده الشعوب، يعني ومؤمن بانه لما انا بشوف الشعب الالماني كيف حقق هذا الانجاز العظيم، ولا الشعب الياباني الملحد هذا، يعني انتم لما بتشوفوا يعني يا امه الاسلام، يعني السعوديه ولا الامارات ولا هالدول هي اللي عندها مليارات دولارات، يعني بستغرب انا كيف ما في صناعه. انا على فكره عشت فتره طويله بالخليج يعني، وشفت الخليج شو هو، يعني هو عباره عن مجموعه يعني بلدان فيها شوارع وابنيه جان مولات، هي هي هذا الخليج، ما في اي شيء ثاني. يعني انك تشوف صناعه، في صناعه، صناعه حديثه بحوث علميه، ما بتشوف هالامور هي نهائيا. حتى يعني حتى يعني حتى شعوبه، تخيل الكويت تصرف على تصرف ملايين الدولارات على المؤسسات التعليميه تبعها، وما في اي بحث علمي انتج في الكويت، ما في، لا يوجد. على كلنا اخوي راي، البحث العلمي بده عقول، وللاسف الشديد نحن نفتقد للعقول، لانه العقول مغيبه ببول البعير. هي الشغله المهمه. طيب اخوي راي، مشان ما كمان نطول على الاصدقاء وما نطول عليك اكثر من هيك، كلمة أخيرة بتحب تقولها للملحدين، للمؤمنين، شو الكلمة الأخيرة بتحب تقولها بالحلقة؟ تفضل. الحقيقة الرسالة اللي بدي وجهها هي للمسلمين، يعني وليس للملحدين. الملحدين يعني أشخاص بتصور تحررت عقولهم وتحررت أفكارهم وانتهوا من هذه الآفة. يعني رسالتي للملحدين، للمسلمين، هي اقرأ في دينك، واظب على القراءة، روح واقرأ في التاريخ الإسلامي وفي الكتب الإسلامية، حاول أنك تعرف دينك أكثر، واقرأ بشكل مجرد، اقرأ بدون قدسية يعني، واعمل هذا الشيء بينك وبين حالك. إذا خايف، إذا عندك رعب، المجتمع ما بيسمح لك، اقرأ بينك وبين حالك، اقرأ الكتب هي بدون يعني بدون القدسية الهالة هي حواليها، وأنا متأكد أنك حتوصل لنتيجة ثانية، وإذا ما وصلت لنتيجة ثانية حتتوعى أكثر وحتفهم أكثر. القراءة القراءة القراءة، اقرأوا، تعلموا، تثقفوا، هاي رسالتي للشباب العربي والشباب المسلم. بشكرك أخوي جا روي على الوقت الطيب اللي عطيتنا إياه. أصدقائي، أنا أشكركم كمان على المتابعة. طبعا بكرة في عنا حلقة مع الأخ أبو الحكم ابن كثير، في حلقة اسمها اسألوا ابن كثير، فإذا عندكم أي أسئلة يا ريت تطرحوها. على كل ان اللينك تبع الحلقة موجود بالقناة موجود، فبتمنى اذا بتطرحوا الاسئلة وحتى تبعتوا لنا اياها على الفيسبوك، ما في اي مشكلة بصفحة الجهر بالإلحاد، صفحة اخويا بالحكم، يعني اذا في عندكم اي اسئلة يا ريت تبعتوا لنا اياها، ونشوف حلقة بكرة وردود ابن كثير طبعا المفسر القرآن الرائع.
أشكركم أصدقائي، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة مثل ما بقولوا، وأنا بتمنى أنه توزعوا الرابط رابط الحلقة هي حتى تصل لأكبر عدد ممكن من الأصدقاء. ومثل ما قلت يعني قناتنا القديمة سكروها، هاي القناة الجديدة بتمنى دعمكم وتدعمونا حتى نكبر، وما بنكبر إلا فيكم. شكراً لأصدقائي، وشكراً لك روي. شكراً. شكراً لك جان حبيبي، شكراً لك كل المشاهدين. باي باي. شكراً أصدقائي، إلى اللقاء. إلى اللقاء.